مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. 10 مليار جنيه ده المبلغ اللي هو قيمة قطعة أرض في القاهرة الجديدة. أعلنت هيئة النيابة الإدارية النهاردة استردادها من أحد المستثمرين اللي كان حصل عليها مجانا سنة 2009. مش كده وبس، ده كمان وزير الإسكان في ذلك الوقت ألزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق إلى المشروع السكني اللي كان بيعتزم المستثمر إنشاؤه دون مقابل، يعني المرافق بتروح له أيضا دون مقابل. لكن حتى الآن طبعا لم يتم تنفيذ المشروع، احنا بنتكلم عن سنة 2009، لم يتم تنفيذ المشروع إلى أن نجحت هيئة النيابة الإدارية في استرداد الأرض. هنتعرف على تفاصيل هذه القضية في فقرة الأخبار. بعد الأخبار هنناقش كل ما يتعلق بالعملة الرقمية الافتراضية بيتكوين، ما حقيقتها، ماذا يجني المضاربون بها من ورائها، ولماذا ارتفع سعرها إلى عنان السماء ثم هوى فجأة بأكثر من نصف قيمتها. أما فقرتنا الأخيرة فهنعيد على حضراتكم حوار كنا أجريناه في شهر أكتوبر الماضي مع الدكتور علي صادق، أول مؤسس لبرنامج الفضاء المصري، أول برنامج فضاء مصري. ده بمناسبة أن النهاردة البرلمان أقر هذا الأمر، أقر مشروع القانون الخاص بإنشاء وكالة فضاء مصرية للمرة الأولى. وكان الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيتكلم في هذا الإطار، وأشاد بالدكتور صادق، وجميع الحضور في قاعة البرلمان صفقوا طويلا عند ترديد اسم هذا العالم المصري اللي كان لنا شرف إجراء أول حوار معه من حوالي شهرين تقريبا، وهنزيع على حضراتكم هذا الحوار النهاردة، هنعيده بإذن الله. قبل ما اروح للعناوين، جالنا خبر محزن قبل دقائق قليلة من الآن. انتقل إلى رحمة الله أحد أبرز مثقفي مصر، الأستاذ المؤرخ المثقف الكبير صلاح عيسى. صلاح عيسى اسم بارز في عالم الثقافة وفي عالم السياسة أيضا. هذا الرجل الذي ترك لنا إرثا ثقافيا كبيرا، بدأه سنة 1979 بكتابه عن الثورة العرابية، وطبعا إلى أن كتب كتابه الذي يعد علامة فارقة في قضية أو في مناقشة قضية المثقفين والعسكر. الكتاب كان بعنوان مثقفون وعسكر، كانت له تجربة رائدة في الصحافة، ربما من أبرز محطاتها جريدة وصحيفة الأهالي لسان حال الحزب، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. ربما رحيل صلاح عيسى يشعر الجميع الآن في مصر بالحزن، لأنه كما ذكرنا أحد أبرز الرموز الثقافية المصرية. رحم الله صلاح عيسى، وخالص العزاء لأسرته ولأصدقائه ولتلاميذه وأحبابه. أما الآن فإلى أبرز العناوين. 25 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول للمترو، ووزير النقل ينفي تحديد سعر التذكرة بستة جنيهات. ثلاثون ألف جنيه متوسط راتب الطبيب في نظام التأمين الصحي الجديد، والامتناع عن العمل الخاص شرط أساسي بحسب وزير الصحة. سبعون في المئة مكونات مصرية للقمر الصناعي المصري الجديد، والبرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء الخارجية. عشرة مليارات جنيه قيمة 518 فدانا تستردها الدولة بالقاهرة الجديدة من أحد المستثمرين بحسب النيابة الإدارية. كانت تلك أبرز العناوين، إلى تفاصيل بعد قليل.
من جديد في رأي عام. وزير النقل الدكتور هشام عرفات نفى صحة التصريحات التي وردت على ونسبت إليه النهاردة عن تحديد سعر تذكرة المترو ب6 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، وقال ان تقسيم شرائح المترو لا يزال يخضع للدراسة، وان في اعتبارات عديدة هيتم تحديد السعر على اساسها، من بينها اسعار الكهرباء الجديدة اللي هيتم اعلانها في يوليو، لان المترو بيتحمل 100 مليون جنيه فرق سعر الكهرباء من يوليو الماضي حتى يوليو المقبل. وقال انه ليس من العدل ان تكون التذكرة ب2 جنيه، وان الدولة محتاجة 25 مليار جنيه لتطوير الخط الأول اللي يخشى الوزير أنه يتوقف في أي لحظة. الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق معي الآن على الهاتف. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا استاذ عمرو، ومساء الخير لكل سنه المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني الشائعات من الصبح بتتردد وتتردد بقوه، تصريحات نسبت للوزير عن زياده سعر التذكره للخط الكامل من 5 ل6 جنيه بدل من 2 جنيه، ما الحقيقه؟ هو الحقيقه يا فندم ان هو بالفعل هيتم زياده سعر التذكره، بس احنا قلنا ان سيتم زياده التذكره في دراسه بتتم حاليا من خلال وزاره النقل مع شركه مترو الانفاق مع الهيئه القوميه للانفاق، بندرس كيفية زيادة سعر التذكرة. احنا حاليا بنركب بوابات تذاكر جديدة، البوابات دي بيتم تركيبها في الخط الاول والخط الثاني، بنركب حوالي 850 بوابة، سعر هذه البوابات حوالي 160 مليون جنيه. البوابات دي فيها اتاحة ان احنا هنشغل المترو بنظام المراحل او بنظام الشرايح، يعني الشريحة الاولى مثلا تبدا ب 2 جنيه تذكرة لعدد محطات معين سيتم تحديده بمعرفة وزارة النقل مع الدراسة، وبعد كده سيتم زيادة التعريفة مع كل محطات زيادة. مش معقول يا فندم ان كل واحد ان واحد يركب مترو الانفاق من محطه حلوان ويستخدم بيها الخط الاول من حلوان ب 2 جنيه، وينزل يستخدم الخط الثاني من السادات، وينزل يستخدم الخط الثالث من العتبه وصولا الى محطه الاهرام بمصر الجديده، او من حلوان للمرج والعكس. طيب هو حضرتك لو التذكره اللي حضرتك يعني بتشير اليها تشمل كل هذه الخطوط هتبقى بكام؟ لا هو على حسب زي ما قلت لحضرتك، في دراسه بيتم حاليا، دراسه متأنيه بتتم من خلال وزاره النقل مع شركه مترو الانفاق مع الهيئه القوميه للانفاق. بعد ما يتم الدراسه ان شاء الله وسيتم الاعلان عن بدء التذاكر او اسعار التذاكر الجديده قبل ما نبدا بيها ان شاء الله. امتى هتنتهي الدراسه يا استاذ احمد؟ هو ان شاء الله احنا هو من المقترح ان احنا نزود سعر التذكره مع في بدايه النص الثاني من العام الجديد، يعني بعد النص الاولاني من 2018، يعني على اول 7 شهور، يعني من شهر يوليو زي ما يعني الاخبار احتمال يا فندم ازيد ان شاء الله من شهر يوليو ان شاء الله. طيب وهيبقى على فكره وهيبقى في نفس التوقيت هيبقى في محطات بتفتح جديده في الخط الثالث اللي هي محطه هارون وحوالي 3-4 محطات بعديها يعني. طيب هذه الزياده هل ليها نسبه؟ هل في يعني كلام ولو حتى خطوط عريضه لهذه الزياده؟ لا والله حتى الان ما فيش اي خطوط عريضه لهذه الزياده لسه. حضرتك في مجموعه اقتراحات بيتم دراستها، وان شاء الله مع بدايه اول ما يعني نرسى على مقترح نعلن عنه ان شاء الله. احنا عندنا الخسائر اللي في المترو سنويا حوالي 100 مليون جنيه، مترو الانفاق بيخسر في سنه 100 مليون جنيه، احنا لازم نحافظ على مترو الانفاق عشان مترو الانفاق اللي احنا قلنا ملك كل المصريين، وعشان ما ينهارش ويبقى عامل زي الترماي او المترو بتاع مصر الجديده اللي هو مش موجود دلوقتي. مترو الانفاق لازم بيخدم 3 مليون او 3.5 مليون راكب يوميا، فلازم يتم الحفاظ عليه. طيب. عندنا الخط الثالث يا فندم، تكلفه الخط الثالث بس حوالي 80 مليار جنيه. تكلفه المرحله الاولى من الخط الرابع حوالي 30 مليار جنيه، يعني احنا بنتكلم في مليارات بيتم تكلفه المترو فيهم. طيب في شرائح يعني متوسطه الحال وفقيره ايضا في نفس الوقت تستخدم المترو بشكل مستمر بشكل يومي، يعني وهي رايحه على شغلها وهي جايه من شغلها. طبعا يا فندم الطلاب الاشتراكات يعني كلمنا عن هذا الموضوع يعني على الاقل. يعني احنا حضرتك لما كانت التذكره بجنيه وزودناها خليناها ب 2 جنيه، فالاشتراك كان ب 22 جنيه اشتراك الطلبه، النهارده اشتراك الطلبه ب 33 جنيه، بتستخدم 180 رحله خلال 3 شهور ب 33 جنيه. في اشتراك بتاع كبار السن اللي هو فوق ال 60 سنه، الاشتراك ده لمده سنه ب 200 جنيه. في اشتراك اللي هو الموظفين او اي مستخدم مترو ب 214 جنيه لمده 3 شهور ب 180 رحله. طبعا برضك هندرس برضك زياده التذاكر مع زياده الاشتراكات مع اسعار التذاكر الجديده. يعني الاشتراكات هتزيد مع زياده الاسعار. لازم تزيد طبعا، بس طيب يعني بنسبه معينه يعني. تمام، نسبتها قد ايه؟ ما هو لسه يا فندم ما هو ده كله في الدراسه. تمام.
بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق. دكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة زار بورسعيد النهاردة لمتابعة آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي. الوزير قال إن طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية هيحصل على متوسط راتب 30 ألف جنيه شهريا في نظام التأمين الصحي الشامل، وهيكون عدم السماح له بالعمل الخاص شرط أساسي علشان يشتغل بكامل طاقته في الوحدات الصحية. نشوف جانب من زيارة الوزير. القانون بيبقى فيه موارد مالية، والموارد المالية دي كانت بتصطدم ببعض الناس. لمناقشة استعدادات محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة واحتياجاتها خلال المرحلة المقبلة، قام الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بزيارة لمدينة بورسعيد، بدأها بلقاء محافظ بورسعيد وعدد من قيادات الصحة بالمحافظة. الوزير خلال زيارته قال إن الوحدة الصحية ستكون أساس المنظومة الصحية، وستضم أطباء حاصلين جميعا على درجة الزمالة في تخصصاتهم. هنزود الوحدات، هنحتاج لأراضي عشان يتبني عليها وحدات جديدة عشان نغطي كل بورسعيد بشكل خدمي صحي جيد. فطبعا هذا الكلام برضو بالتعاون مع سيادة المحافظ هنلاقي فيه جزء كبير جدا من شغلنا دلوقتي الفترة اللي جاية ديت هتبقى من خلال تعاون قوي جدا مع سيادة. هو متعاون معانا الحقيقة من أول يوم، أنا بديت أتعامل مع سيادة المحافظ بقالنا دلوقتي أكتر من سنة، إنما التعاون بقى المرة دي على بشكل محدد، إحنا عايزين إيه في الفترة اللي جاية من أراضي، من محادات، من توزيع أسر، بيانات، إحنا عايزين داتا، بيانات معينة نبتدي ناخدها عن مش بقى بالأعداد، لأ ده بالأسماء. عقب لقاء الوزير بالأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تفقد الوزير أحد مستشفيات المحافظة، وأكد الوزير أن راتب طبيب الأسرة الذي سيعمل في وحدات الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الجديد سيكون 30 ألف جنيه بدلاً من 1300 جنيه حالياً، إلى جانب توفير كافة احتياجات المستشفيات. الاختيار بورسعيد حوالي 700 ألف فرد، يعني ده تعداد السكان، نسبة الفقراء فيهم أو نسبة محدود الدخل مش نسبة عالية. التاني فيها إمكانيات طبية معقولة، فيها 8 مستشفيات حكومية غير الجيش وغيره وغيره وغير، بجانب ال 32 وحدة صحية. وإحنا عايزين ننجح في التجربة، فاخترنا مجتمع يكون له حدود، ومجتمع نسبة الفقراء فيه مش عالية، لانه في تطبيق اي قانون او اي عمل وانت بتطبقه بتظهر سلبيات وتظهر ايجابيات. الجديد في القانون الجديد ان في دلوقتي بقى في فصل التمويل عن الخدمه عن الاعتماد، يعني في 3 هيئات، الهيئه الاولى هيئه التمويل، والثانيه هيئه الرعايه الصحيه، والثالثه هيئه الاعتماد. دول ال3 هيئات. الحاجه اللي هتستفيد بيها بورسعيد ان بورسعيد فيها حوالي 800 ألف نسمة، ال 800 ألف نسمة دول بينهم 52% اساسا ليهم تامين صحي، فهيبقى الموضوع سهل شويه. احنا عندنا 8 مستشفيات في بورسعيد، وعندنا 32 وحدة صحية، والنظام القائم اللي هو هيبقى على طبيب الأسرة، ان كل أسرة هيبقى ليها ملف واحد، والملف ده هيبقى تابع طبيب الأسرة. طيب ولو حصل لا قدر الله اي حاجة للمريض يبقى هيروح لطبيب الأسرة. تعد تلك الزيارة الثانية لوزير الصحة للمحافظة خلال 60 يوما الأخيرة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري على قانون التأمين الصحي الشامل على ان يبدأ التطبيق خلال 6 أشهر. مجلس النواب وافق النهاردة بشكل نهائي على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء الخارجي، والقانون بيتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحت اسم وكالة الفضاء المصرية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أكد أن القمر الصناعي المصري هيتم إطلاقه في يوليو المقبل بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية، وهيكون 70% من مكوناته مصرية، و وعد بأنه بحلول عام 2022 هيكون في قمر صناعي مصري متكامل، صناعة مصرية بالكامل. القمر بالكامل، وسوف يتم الإطلاق وتم حجز البند مع اليابان عشان يطلع في خلال العام القادم، واسمه نارس كيوب 1. ده نموذج، وعندنا خطة استراتيجية إن احنا نصل بالقمر لحد
2022 ان يكون هناك قمر يعني متكامل. القمر ده بيبقى معاه وحده تحكم، ودي برضه متصنعه مصريه 100% بالتعاون مع الهيئه القوميه للاتصالات، وبالتعاون مع رؤوس الالكترونيات ومع معهد المصريات. الكلام ده متصنع بالكامل من مهندسين مصريين موجودين بالفعل في الوكاله، وكمان تمكنوا من صناعه الكاميرا اللي هتركب على القمر الصناعي، ودي كاميرا مصريه بالكامل تصنعها من منتجات ومكونات مصريه 100%، وهيفضل جزء من التصوير بتاعها اللي دكتور خالد عبد الغفار أشار أمام مجلس النواب إلى عالم الفضاء المصري دكتور علي صادق، واللي طبعا كان لنا شرف إحنا في برنامجنا أن إحنا نكون أول برنامج يتكلم عن هذا الحلم المصري، وده لما شرفنا دكتور علي صادق ومنحنا انترفيو حوار خاص لينا يمكن في يوم 4 اكتوبر الماضي. وان شاء الله باذن الله بعد الفقره الاولى هنعيد على حضراتكم حوارنا مع الدكتور علي صادق. معانا دلوقتي الدكتور علي صادق على التليفون. دكتور علي مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. نقول الف مبروك. والله هو فعلا ألف مبروك لمصر، ويعني إن شاء الله من خلال إنشاء وكالة الفضاء ستبدأ مصر خطواتها الأولى للدخول إلى عصر الفضاء. عصر الفضاء عصر جديد خالص، يعني كل الإنجازات التي نراها علمية وتكنولوجية في العالم كله كوم، ودخول عصر الفضاء كوم تاني. الفضاء حضارة جديدة، مرحلة جديدة مراحل الإنسانية، مكان جديد غير مسبوق، له أبعاد غير مسبوقة ومصادر للطاقة غير مسبوقة، في فوائد كثيرة جدا. تأخرنا، ولكن قيادات مصر من قيادة سياسية إلى وزير البحث العلمي، هذا الوزير الذي نجح في تحقيق ما لم يستطيع أحد من الوزراء السابقين تحقيقه على مدى 40 سنة، هو عمله في أقل من سنة. احترامي الشديد لقيادات مصر العلمية والتكنولوجية والقيادة السياسية بالدرجة الأولى. القيادة السياسية بدونها ما كانش حينشأ. أنا بكرر احترامي الشديد لأن مصر دخلت مرحلة جديدة بكل مقاييس هذه الكلمة. نعم دكتور علي، يمكن يعني احنا زي ما قلت أنا في المقدمة تشرفنا بلقاء سيادتك، واستعرضنا مسيرة البحث العلمي الخاص بالفضاء مع حضرتك، ويمكن كان في محطات في هذه الرحلة كانت محطات صعبة شوية، كان في عراقيل وضعت أمام تحقيق هذا الحلم، ويمكن حضرتك لما بتشير إلى شكرك وامتنانك للقيادات الحالية أنا الآن بتذكر يعني ما تحدثنا عنه مع بعض مع حضرتك عن العراقيل التي كانت أمامك وأمام زملائك من العلماء في مرحلة سابقة. هل تعتقد بأن فعلا النية الآن قوية لتحقيق هذا الحلم؟ أنا عايز ألغي من ذاكرتي وذاكرتك وذاكرة الآخرين العرقيل اللي تمت قبل كده، لأن احنا فعلا اللي انت شفته النهاردة في مجلس النواب يعني الحقيقة حاجة مشرفة جدا. تصور ان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسها الدكتور جمال شيحة والنائب بتاعها الدكتور المهندس أباظة وكل أعضاء دكتورة ماجدة، الحقيقة أنا فوجئت وإحنا في اللجنة إنهم بيتكلموا على تشجيع إنشاء وكالة الفضاء وإضافة إمكانات لها أكثر مما كنا طالبينه. أنا كنت يعني فوجئت، هل هذا هو المجلس النواب بكل ما يعني يحمله من قدرة تشريعية بيدينا سلطة أكثر مما طلبنا؟ القانون ده إذا كان جزء منه
كبير تم من خلالنا، إنما الإضافات اللي أضافتها لجنة التعليم والبحث العلمي ثم أضيفة المجلس النهاردة وتشجيع المجلس بيخلي المصريين خصوصا العاملين في وكالة الفضاء القادمة إن شاء الله يعني لا تتخيل مدى سعادتهم هم بيشوفوا نواب الشعب بيؤيدوا إنشاء هذه الوكالة ويدوها سلطات أكثر مما كانت طالبة. إن شاء الله العراقيل اتكسرت وحننطلق إلى مرحلة جديدة بإذن الله إن شاء الله. وأنا بكرر شكري ومباركتي لحضرتك، ألف مبروك على يعني اللبنة الأساسية في تحقيق نحو تحقيق هذا الحلم، وبدعو سادة المشاهدين لمتابعة إعادة للحوار اللي تشرفنا بإجراءه مع الدكتور علي صادق من حوالي 3 شهور تقريبا، أقل من 3 شهور. كنا أول قناة وأول برنامج يتشرف بإجراء حوار مع هذا العالم الجليل، وتكلمنا مش بس عن العراقيل، تكلمنا أيضا مع الدكتور علي على مسألة التكاليف. هل من الترف الآن إنشاء وكالة فضاء مصرية في ظل الظروف الاقتصادية؟ والدكتور علي أجاب يعني إجابة وشرح شرحا وافيا حول هذه النقطة تحديدا. شكرا جزيلا دكتور علي صادق. إلى خبر آخر يبدو برضو خبر يعني متعلق بالفضاء شوية. يبدو أن الأفلام اللي اتكلمت عن وجود كائنات فضائية وأجسام غامضة بتزور الأرض مش متوقفة عند حد الخيال. أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كان بيرأس برنامج سري تم الكشف عنه مؤخرا للبحث عن احتمال وجود كائنات غريبة. المسؤول السابق قال ان في أدلة على ان البشر مش بيعيشوا وحدهم، وان في أجسام غامضة ظهرت في السماء بتسير عكس اتجاه الرياح بسرعة كبيرة. تصريحات هذا المسؤول جاءت بعد أيام من اعتراف الولايات المتحدة ووزارة الدفاع بوجود برنامج سري مولته الحكومة لرصد الأطباق الفضائية المجهولة على مدار 5 سنوات من 2007 ل 2012. صحيفة نيويورك تايمز نشرت الفيديو اللي قدام حضراتكم الآن، لطائرتين حربيتين أمريكيتين بيلاحقوا جسم فضائي غامض بيضاوي الشكل بالقرب من سواحل كاليفورنيا سنة 2004، وبيظهر في الفيديو صوت الطيار وهو بيتكلم عن غرابة الجسم ده، وإنه بيسير أي يعني الجسم بيسير عكس اتجاه الرياح رغم أن سرعة الرياح 120 كيلومتر في الساعة زي ما حضراتكم شايفين. معايا على التليفون دكتور علاء النهري، خبير الاستشعار ونائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. دكتور علاء مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. تعليق حضرتك على هذا الخبر اللي نشرته النهاردة النيويورك تايمز، وأخذته طبعا معظم القنوات الفضائية منهم CNN، يعني أنا شفته النهاردة على موقع CNN. والله بالنسبة لموضوع الأجسام الغريبة أو الكائنات الغريبة، الكلام ده مش من النهاردة، ده قبل أكتر من 3 أو 4 سنوات كنت في لجنة استخدام السلم الفضاء الخارجي، والألمان قالوا إحنا اكتشفنا 7 كواكب. فثلاث كواكب رأوا الألمان قالوا، ثم وكالة تاسا أعلنت إن هي 7 كواكب، والكواكب دي ليها نجم، النجم ده درجة حرارته نص حرارة الشمس، وبالتالي بيقولوا إن هناك في احتمال وجود كائنات فضائية. فده الحاجة دي موجودة. النهاردة برضو لو رجعنا بعدها أو بعد الموضوع ده بسنتين، كان الرئيس كان بايدن اللي هو كان نائب رئيس الأمريكي أوباما، كان اتصل بالرئيس أو بعت رسالة من الرئيس أوباما إلى الرئيس الروسي بوتين، وقال له إحنا عايزين نعمل درع صاروخي عشان نحمي الأرض من الكائنات الفضائية. فالكلام ده موجود فعلا، يعني احتمال وجود حياة في كواكب أخرى برضو ده موجود ومحتمل، وبالتالي لازم ناخد بالنا ان فعلا العالم النهارده كله او الدول المتقدمه في مجال الفضاء بتسعى الى التعرف على تلك الاجسام ورصدها. فدي حقيقه، على فكره حقيقه، يعني حضرتك بتقول بتستخدم مصطلح اجسام مش كائنات.
هو دلوقتي كان اجسام، ولكن دلوقتي في كان الرئيس الامريكي بيحذر بوتين من وجود كائنات قد تغزو الارض في 2017، ولم يحدث هذا في 2017. الحمد لله. الخبر ده ليه شقين. اما شق لمحاوله امتلاك الفضاء وتقسيمه بين روسيا وامريكا، لان ده بنشوف الكلام ده واضح قوي في لجنه استخدام سلم الفضاء، ان محاوله تقسيم وعسكره الفضاء. ده احتمال يكون شق دعائي عشان الموضوع ده، واحتمال يكون حقيقي، لان الى الان حقيقي، لان بيقولوا احتمال وجود كائنات غير الانسان يعني موجوده في الكواكب الاخرى. الموضوع الى الان لم يبت فيه بالنفي او بالصحه الى الان، وبالتالي احنا لازم نتحرى الدقه شويه في نشر هذه المعلومات. لكن انا ارجح ان يكون امريكا بتعمل هذا الكلام، لان فعلا امريكا لها رغبه جاده جدا، ومصر بتعارضها في لجنه الاستخدام السلمي. يعني مصر وبعض الدول او دول كثيره بتعارضها، من ضمنها مصر، ان هي تستولي على الفضاء او تعسكر الفضاء، مره بحجه ضرب الكائنات، ضرب الدفايات او التخلص من الدفايات في الفضاء، والكلام اللي احنا اعترضنا عليه وقلنا التخلص منه قد يكون ذريعه لضربه اقمار عامله. فمصر كان لها راي واضح ودور واضح في هذا الموضوع. فالى الان حضرتك لم يثبت صحه هذا الخبر او نفيه، قد يكون لاغراض زي ما قلت حضرتك الامريكا عايزه تمتلك الفضاء، وبالتالي تقول درة ومش درة واتفاق مع روسيا، او يكون حقيقه ان هم شافوا بعض الاجسام الفضائيه. هو يعني السي ان ان اللي نشرته، هو اللي احنا بنذيعه دلوقتي على الـ على الـ يعني على الشاشه موجود. نعم. هو مطارده طائرتين امريكيتين لجسم غريب زي ما حضراتكم شايفين، هو الجسم الاسود ده، وكان بيسير بسرعه كبيره جدا، جسم بيضاوي الشكل، بالقرب من سواحل كاليفورنيا، والكلام ده سنة 2004. بس السؤال ليه تم الإفصاح عن هذا الموضوع؟ أهو زي ما حضركم شايفين، ليه تم الإفصاح عن هذا الموضوع النهاردة؟ يعني ده برضو حاجة، يعني برضو حاجة غريبة ما نقدرش نؤكد أو ننفي. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء النهري، خبير الاستشعار ونائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. ديفيد ديوك يعتبر من أحد نشطاء اليمين في الولايات المتحدة، وطبعا موقفه موقف معارض جدا لليهود ولإسرائيل. ديوك خلال فيديو بيلخص كتابه المعروف باسم الإرهاب الإسرائيلي ضد أمريكا، كشف مجموعة من المعلومات الخطيرة عن تورط إسرائيل في استهداف الأمريكيين. هذا الرجل اتهم إسرائيل، اتهم إسرائيل بارتكاب اعتداءات إرهابية ضد الولايات المتحدة. قال إنها فجرت واعتدت وفجرت أهداف مدنية وعسكرية. سلسلة من الجرائم كشفها هذا الرجل اللي كان عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي. سلسلة من الاعتداءات، منها الاعتداء المعروف باسم فضيحة لافون، اللي أرسلت فيه الحكومة الإسرائيلية عملاء يهود إلى مصر لتفجير المسارح والمكتبات. ديوك كشف أن المقصود من الهجوم كان دفع الولايات المتحدة إلى حرب إجرامية غير عادلة على أمة بريئة مثل مصر. في الفيديو اللي هو عنوانه بعنوان الإرهاب الإسرائيلي ضد أمريكا، كشف مجموعة من المعلومات الخطيرة عن تورط إسرائيل في استهداف الأمريكيين. فمثلا في عام 1967 عندما هاجمت إسرائيل السفينة الأمريكية الحديثة USS Liberty اللي كانت بتبحر في المياه الدولية وترفع الأعلام الأمريكية، وقصفها الطيارون الإسرائيليون بالنابالم اللي هو محرم دوليا، أسفر عن سقوط 200 أمريكي بين قتيل وجريح. طبعا كان الهدف هو إحداث الوقيعة بين واشنطن والدول العربية. خلونا نشوف أول بايت أو أول فيديو من هذا الكلام الخطير. Hello, this is David Duke. In lecturing university students on American policy in the Middle East, I often begin by asking a simple question. I now will ask that question to you. What is the only government in the Mideast that made terrorist attacks against America? It may shock you,
But the answer is Israel. Israel has made terrorist attacks against America. It has attacked and blown up American targets, both military and civilian. It has maimed and murdered many Americans. Now, most Americans have no idea that Israel has made terrorist attacks against us, but here are the facts. The first Israeli terrorist attack occurred in the 1950s in what is now called the Levant Affair. The Israeli government sent Jewish agents into Egypt to blow up American movie theaters and libraries. Only by a quirk of fate were the lives of Americans saved. A Jewish terrorist bomb went off prematurely. His mishap led to the capture of the entire terrorist cell. Now, this attack was far worse than a single act of terrorism costing some lives and property. It was meant to lead America into murderous, unjust war against an innocent nation, Egypt. A war that would have cost the lives of thousands of Americans and cost billions of dollars. Thank God that Israel was caught so red-handed it had to admit that the terrorist attack came from its own government. However, the Jewish-dominated media in America quickly swept it all under the rug. Did the president order a retaliatory strike against Israel? No. Americans just sent Israel more money. Imagine a nation makes a terrorist attack on you and you send them more money and more bombs. Here's a picture of a recent award ceremony in Israel for the Israeli Levant terrorists who attacked America. The Israeli president gave them medals and called them heroes. It was not reported in the American media. Not a person in the media or government condemned Israel for praising Jewish terrorists who attacked our country. Not a soul in Congress rose in protest. الجزء الثاني من هذا الفيديو المهم لعضو مجلس النواب الأمريكي السابق ديفيد ديوك تكلم زي ما قلنا لحضراتكم في المقدمة عن اتهامه لإسرائيل بقيامها سنة 1967 بقصف السفينة الأمريكية الحديثة USS Liberty اللي كانت بتبحر في المياه الدولية وبترفع الأعلام الأمريكية. كانت الأعلام الأمريكية بشكل واضح وصريح، الطيارين الإسرائيليين قصفوا هذه السفينة وسقط 200 أمريكي بين قتيل وجريح. وطبعا كان الهدف على حسب كلام هذا الرجل أنه إحداث وقيعة بين واشنطن من جهة والدول العربية من جهة أخرى. نشوف قال إيه. In 1967, Israel made another terrorist attack against America. On a clear day, Israel attacked a fully marked American intelligence ship, the USS Liberty. The Liberty was in international waters, flying a huge American flag. It had been closely monitored for days by Israeli pilots in a vicious surprise attack. As our boys were waving to the Israeli fighter pilots, they began dropping napalm on them. Fired hundreds of rounds of cannon and machine gun fire upon them. And then they came in with torpedo boats to sink the Liberty and kill every one of our boys and send them to the bottom of the sea. The Israelis even machine gunned the life rafts the crew had deployed when it looked like the Liberty might sink. The Zionists tried to kill every American. Now, Egypt was to be blamed, just like the Levant Affair. The only thing that saved the Liberty was the bravery of its sailors, who under merciless Israeli fire rigged a makeshift antenna to issue an SOS to the Sixth Fleet that named Israel as the attacker, and that forced Israel to break off the attack. The Liberty sustained hundreds of hits from cannon and high caliber fire, napalm bombs, and a horrific torpedo hit. The blood and guts of over 200 Americans were strewn all over the ship. 34 of them lay dead or dying. Over 171 Americans were in agony, many with crippling and disfiguring wounds, and many suffering from horrible burns from the napalm. After their mission failed, Israel then announced that it was simply a mistaken identity. Of course, that is patently absurd. Israel monitored the ship for days
Huge call letters were on the ship. A huge American flag flew in the stiff breeze. Americans also intercepted Israeli pilots' transmissions, proving they knew that the ship was American. The U.S. Secretary of State at the time was Dean Rusk. In response to the mistake story, he said the evidence was clear that Israel deliberately attacked us. Quote, "We refused to accept their explanations. I didn't believe them then, and I don't believe them to this day. The attack was outrageous." Our top military commander in 1970 was chairman of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Thomas Moore. He was privy to top secret documents, and he said the Israeli attack was absolutely deliberate murder. His words are worth repeating. These sailors and Marines were entitled to our best defense. We gave them no defense. Did our government put Israel's interests ahead of our own? If so, why? Does our government continue to subordinate American interests to Israeli interests? The American people deserve to know the truth about this attack. It is a duty we owe not only to the brave men of the USS Liberty, but to every man and woman who is asked to wear the uniform of the United States. The Jewish lobby prevented any full-scale congressional investigation in the attack on the Liberty. The captain won America's highest honor, the Congressional Medal of Honor, for his incredible bravery. But instead of being awarded at the White House, as is customary, with normal pomp and circumstance, the medal was given quietly at the Naval Yard. The less Americans knew about this Zionist terror attack, the better for it. ديفيد ديوك اللي له مجموعة من الكتب المهمة زي كتابه المسمى كتاب الصحوة وكتابه اللي عنوانه الدين اليهودي كما وصف في التلمود، كشف في هذا الفيديو عن حقائق مذهلة تميط اللثام عن خفايا التأثير اليهودي على السياسة الأمريكية. وكان هذا الرجل يعني تجاوز في هذا الفيديو بجرأة غير مسبوقة كل المحرمات اللي نجحت الصهيونية العالمية في فرضها على العالم بشكل عام وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، اللي واجهت هذه الاعتداءات الإسرائيلية بإغداق الأموال والدعم المستمر والكبير لإسرائيل. نشوف قال إيه ديفيد ديوك. So what happened after Israel made this murderous terrorist attack upon America? Did America send out a retaliatory strike against Tel Aviv? Did we condemn Israel? Did we even stop sending them billions of our hard-earned tax dollars? Nope. We just sent Israel more bombs so that next time they get the notion to attack us, they can kill our boys even more effectively. Israeli treachery continues. Dozens of Israeli spies have been caught in the United States since the Liberty attack. The most famous was Jonathan Pollard. Even according to the Jewish-descended Secretary of Defense at the time, Caspar Weinberger, the Pollard spy case was the most damaging spy case in the entire history of America. Pollard stole top secret information on American intelligence operatives and agents in Eastern Europe. The Israelis, in a supreme act of treachery against America, sold their names to the Soviets. Israel directly caused the murder and torture of hundreds of our intelligence agents in Eastern Europe. Some spout that Israel's our only friend in the Middle East. A friend doesn't make terrorist attacks against you, doesn't kill your brave young men, doesn't spy on you and betray you. With a friend like that, you don't need any enemies, and the only reason we have enemies in the Middle East at all is because of support for the terrorist state of Israel, which has brutalized the Palestinians and other peoples in the Middle East for over half of a century. It is not in the American interest to support these Jewish terrorists, a small part of the population of the Middle East, and make enemies of nations with the energy resources so vital to America. After the attack at Pearl Harbor, any American who gave any material support to Japan would have been tried and executed. I say that any congressman or senator who votes for the billions of dollars to be sent to Israel has committed treason against the United States.
When treason prospers, none dare call it treason. Well, I dare call it treason to support a state that commits terrorism and treachery against America. We must demand that these traitors be arrested, tried, and punished to the full extent of the law. Zionism and Jewish extremism is not a threat just to the Palestinians and the Lebanese and the Syrians and Iranians. It is a threat to we, the people of the United States. Why is it that most Americans don't have a clue about Israeli terrorism against America? And what does this tell you about who controls the American media and government? But Americans and people all over the world are finally waking up to Jewish extremist power. Help spread the truth by sending links for this video to every person that you know. Together, we can wake up the entire world. لخبر آخر، وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر افتتحت النهاردة مؤتمر صندوق تحيا مصر في الشرقية للإعلان عن أول قرية يتم تطويرها تحت مظلة مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا، واللي بيشمل 27 قرية. القرية اللي تم افتتاحها النهاردة هي قرية بني حسن في مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية. المستشار فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية أعلنت النهاردة عن نجاح الهيئة في استرداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة مساحتها 518 فدان وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. الأرض بتقدر قيمتها ب10 مليار جنيه وفقا لتقدير سعر المتر بمبلغ 4500 جنيه. هذه الأرض خصصها وزير الإسكان الأسبق عام 2009 لأحد المستثمرين الأجانب دون مقابل أو ضوابط لإنشاء مشروع سكني، لكن حتى الآن لم يتم التنفيذ. معي على التليفون الأستاذ أحمد شلبي، رئيس قسم القسم القضائي في المصري لليوم. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور أستاذ عمرو، إزي حضرتك؟ الله يخليك. إيه تفاصيل هذه القضية؟ هو طبعا انت عارف ان في الوقت ده في 2009 الفتره اللي كان فيها يتولى المهندس ابراهيم سليمان وزاره الاسكان، كان موضوع منح الاراضي ده كان يعني كان مباح كتير، وظهر فيها قضايا نيابه الاموال عامه حققت كتير في الفتره اللي فاتت فيما يتعلق بمنح الاراضي. عايز تقول انه كان تقليد شائع كده يعني؟ بالظبط، كان تقليد شده، وكان في الوقت ده كان هم لما كانوا بيسالوا في نيابه الاموال العامه ليه كنتوا بتخصصوا الارض دي يعني بمقابل زهيد او بدون مقابل خالص، فكان الرد الرسمي اللي كان بيتقال ان ده كان دي كانت مناطق صحراويه واحنا كنا بندفعها علشان الاستثمار، يعني احنا كنا بنقدم الاراضي علشان يجوا المستثمرين من الخارج ان هم يستوردوا، فده كان الرد الرسمي اللي كان بيقال يعني في تحقيقات النيابه نيابه الاموال العامة. فيما يتعلق بهذه الأرض تحديدا، فهي في الفترة اللي فاتت أو خلينا أقول من 2015 بدأ يتقدم بلاغات كتير للأموال العامة والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية بشأن أن في قطعة من الأرض مخصصة لأحد رجال الأعمال خلينا نقول العرب يعني، ومن وقت ده لم تستغل، فكان في يعني بيصار بشأنها الأسئلة كتيرة قوي، الأرض دي بتاعت مين وعشان مين ومين المخصصه، فالنيابه الاداريه بدات تحقق في الارض دي ومين المخصصه ومخصصها لمين وكام، فاكتشفوا ان هي مخصصه من قبل وزاره الاسكان في فتره المهندس ابراهيم سليمان بدون اي مقابل، يعني ببلاش. انا لسه كنت عايز اسالك المستثمر ده اشترى المتر بكام؟ لا، هي اتخذت ببلاش تحت مسمى دفع عجله استثمار يعني. فلما النيابه الاداريه حققت اكتشفت ان هذه الارض، بس يعني الحاجه الحمد لله المفاجاه ان عمليه التخصيص لم تكن قد انتهت بعد، الاوراق الرسميه لم تكن قد انتهت بعد ان هم يعني
لتشي الى رجل الاعمال هذا يعني. وبناء عليه تم استرجاع الارض، تم الاتصال برجل الاعمال ده وقال يعني حكى القصه دي كلها، وتم اعاده الارض الى هيئه المجتمعات اللندنيه بعد ما رئاسه الجمهوريه طلب التحقيق في هذه الواقعه واكتشفوا ان هي مخصصه بالمخالفه للقانون. فيما يتعلق ب هل ستؤول هذه الواقعه الى تحقيقات جنائية في أمر التخصيص لم يتحدد بعد، وإن كانت المعلومات تشير إلى أن نيابة الأموال العامة سوف تحقق فيها لمعرفة إن كانت هناك تهمة جنائية ستوجه للمسؤول أم لا. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، الأستاذ أحمد شلبي رئيس القسم القضائي في جريدة المصري اليوم. من وقت قصير بدأ في مسرح الهناجر في دار الأوبرا حفل تكريم الفنانة عايدة كامل بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم وعدد من الفنانين. اللي مش فاكر من حضراتكم عايدة كامل، نحب نقول له انها كانت من فنانات وفاتنات السينما منذ الستينيات، ومن افلامها لحن الخلود، ودايما معاك، الوسادة الخالية، اسماعيل ياسين في الطيران، اسكندرية ليه. لكن منذ الثمانينيات ركزت في الدراما، ويعني معظم اعمالها كانت متعلقة بالدراما. مراسلنا محمد مبروك موجود الان في مسرح الهناجر. طيب محمد مساء الخير، اوصف لنا اجواء هذا الاحتفال. خلاص يا فندم؟ مساء الخير، اولا بالفعل نحن الان في مركز الهناجر داخل الاوبرا المصريه نتابع حفل تكريم الفنانه عايده كامل، هذه الفنانه التي تخرجت من المسرح من المركز القومي للمسرح او المعهد القومي للمسرح عام 1954 بعد ان لعبت عدد من المسلسلات والبرامج الاذاعيه المختلفه. ظهورها الاول كان عبر برنامج بابا شارو المعروف في الاذاعه المصريه، غير انها برزت يعني بشكل اكبر في برنامج عيلة مرزوق افندي للإذاعة المصرية، لعبت ايضا ادوار مختلفة للمسرح، لعبت ادوار مختلفة في الدراما وفي السينما المصرية، كان ابرز ادوارها مؤخرا في مسلسل هوانم جاردن سيتي، قبلها في مسلسلات بين القصرين وقصر الشوق. هذه الفنانة يعتبرها كثير من الفنانين الذين يحضرون اليوم لمتابعة هذا التكريم ومشاركتها رحلة التكريم أيقونة من أيقونات السينما المصرية والدراما المصرية. أحد الفنانين الذين يحضرون هذه الاحتفالية هي الفنانة نهال عنبر، الفنانة القديرة نهال عنبر، برحب بحضرتك أولا يا فندم. أهلا بيك، أهلا بيك. خلينا أسألك مباشرة عن هذا الاحتفال، يعني كيف تقيم احتفال المركز القومي للمسرح ومركز الهناجر بتكريم واحتفائه بتكريم فنانة كبيرة زي عايدة كامل؟ هي كل شهر بيعملوا، يعني هو كرموا فنانين كتير، فنانه سميره عبد العزيز، كلموا ناس كتيره جدا، سميحه ايوب، مدام سميحه ايوب، كتير عدد من الناس كتير اتكرموا. هم انا الفكره دي عجباني جدا ان كل شهر بيجيبوا فنان قدير، وطبعا ده حاجه جميله جدا، لان هم في منهم ما بيشتغلش دلوقتي، وفي منهم بيشتغلوا، في منهم بس بيفرحوا. اصل اقل تقدير ليهم ولينا بصراحه احنا بنبسط، يعني انا ببقى مبسوطه ان انا جايه احضر تكريم فنانه قديره زي عايده كامل او اللي زيها، ببقى سعيده جدا ان انا جايه احضر تكريمهم، وببقى مبسوطه ان انا جايه اقول لهم كلمه او ان انا اجي اسلم عليهم، دي حاجه جميله جدا بالنسبه لنا. هل تكريم الفنانين بشكل عام خاصه فنانه كبيره زي الفنانه عايده كامل، هل ده يعتبر توجه من وزاره الثقافه بشكل عام لانه يعني يحطوا اضاءه او يعني سبوت لايت كده على رحله التنوير في السينما بشكل عام او المسرح؟ ده معمول عشان تقدير لفنانين افنوا حياتهم في الفن، ما كانش عندهم حاجه في حياتهم غير الفن، ده في منهم ما عملوش اسر عشان خاطر الفن، فعايز اقول لك ده اقل تقدير ليهم، ده تقدير للفن اللي هم افنوا حياتهم
واحنا اقل حاجه بنقول لهم انتوا المشوار الطويل اللي انتوا قدمتوا لنا فيه حاجات كتير جدا اسعدتونا بيها وعلمتونا فيها حاجات، لان كل الحاجات القديمه دي كلها بمبادئ وقيم وحاجات تتعلمها، يعني تتفرج على عمل تتعلم منه حاجات كتير في مبادئ وقيم وحاجات جميله. يستوقفك يا فندم في مشوار الفنانه عايده كامل، يعني يستوقفك ايه في رحلتها الفنيه؟ اولا اقول طبعا هو انا بجد نسيتي معايا لكن غير كده اقول ان برنامج يبقى من سنة حاجة وستين تقريبا مش كده يستمر في الاذاعة لغاية النهاردة، لا ده 50 سنة تقريبا 50 سنة اعجاز، ده اعجاز وحاجة تحط فوق الراس من فوق يعني. طيب عايز اعرف من حضرتك بقى وحضرتك فنانة قديرة تعملي ايه اليومين دول للدراما المصرية؟ انا بعمل حاجة اسمها فوق ليكي بصمة اولا في الدراما الحقيقة بصمة واضحة ربنا يخليك، بعمل فوق السحاب مع استاذ رؤوف وبصوره حاليا، وعندي مسرح داخله ان شاء الله، مسرحيه ان شاء الله حلوه قوي، وفي مسرحيه هخلصها وهخش زواق المدق بعديها على طول ان شاء الله برضه مسرحيه تانية. خلينا نعرف لحضرتك المسرح المصري، واحنا النهارده كمان يعني مركز المسرح المصري النهارده مهتم بتكريم الفنانه عايده كامل، هل المسرح المصري يعني مش واخد حقه في الفتره الاخيره دي زي الدراما المصريه؟ يعني معظم الفنانين الكبار اللي زي حضرتك والناس اللي نجمها بارز قوي في الدراما المصريه يعني مش مهتمين قوي بالمسرح او المسرح الانتاج بشكل عام مش مديله كفايته؟ لا الفنان ما بيلاقي عرض كويس وورق حلو بيروح ويعمله. انا ما لقيت ورقين حلو، بس في مسرحيه يمكن اخلصها على فبراير في مارس داخلين ذو المدى، ليه لا هشتغلها واعملها. انا بحب المسرح جدا، انا بعشق المسرح، بحس ان انا بلاقي رد الفعل الجمهور مباشر على طول اهو، يعني انا بقول الجمله بلاقي رد الفعل في ساعتها غير السينما وغير التلفزيون. لكن بقول الفنان لما بيلاقي عرض مسرحي كويس بيعمله، بينزل يعمله على طول. الهانم نهال عنبر احد هوانم جاردن سيتي، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا، شكرا جزيلا. ميرسي ميرسي. احد اجواء الاحتفال بتكريم الفنانه عايده كامل، اليك مره اخرى استاذ عمرو. شكرا جزيلا زميلي محمد مبروك ولضيفته الفنانه نهال عنبر. في شارع من شوارع المهندسين في شاب صغير عمره حوالي 15 سنة بيقف على عربية بيبيع بعض المنتجات أمام أحد النوادي. شاب اسمه شاهين بيبيع كنافة بالمانجا والنوتيلا وغيرها من الحلويات. طبعا حضراتكم فاكرين الفقرة اللي عملناها امبارح عن الأكل البيتي، يعني احنا بنحاول تشجيع كل التجارب غير التقليدية للتغلب على المعيشة وغلاء المعيشة زي ما شفنا امبارح مدام دعاء ومدام نهى. نشوف النهاردة شاهين.
وانا لحد الان معايا من الموضوع 10,000 جنيه. انا بس حابب اوجه رساله للشباب ان هم ما يوقفوش عند حلمهم ويخططوا وينفذوا، وان شاء الله ربنا يساعدهم. في ناس بيشجعوني وبيقولوا لي ما توقفش عند حلمك وحاول واسعى وفكرتك جميله، وبيشجعوني جدا. ما فيش اي حد بيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده، لا بالعكس. تحية كبيرة لشاهين ولكل شاهين في بلدنا. بكده وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل، ما تأثير ميثاق الشرف الإعلامي الذي أقرته نقابة الإعلاميين الأسبوع الماضي؟ ما تأثيره على المشهد الإعلامي في مصر؟ ما هي حقوق الإعلاميين؟ ما هي واجباتهم؟ ما الفرق بين الميثاق والقانون؟ وأيهما أقوى؟ بعد الفاصل بإذن الله. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام، دستور خاص لكل وسائل الإعلام. ده ملخص ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللي أعدته نقابة الإعلاميين، وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضي. السؤال لا يزال قائما، هل سيكون هذا الميثاق وسيلة ردع للمخالفين وخارطة طريق لتصحيح مسار الإعلام في الفترة المقبلة، أم سيكون مجرد حبر على ورق؟ ما ضمانات تطبيق هذا الميثاق وعقوبة المخالفين؟ ده المحور الأساسي لنقاشي مع ضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين. أهلا بحضرتك أستاذ حمدي. الأستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي. أهلا بحضرتك أستاذ ياسر. أهلا وسهلا. طيب قبل ما نبدأ النقاش خلينا نشوف مع ضيوفي ومع حضراتكم هذا التقرير. نشرت جريدة الوقائع المصرية الأربعاء الماضي قرار مجلس إدارة اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين باعتماد جميع بنود ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي الذي أعدته اللجنة المكلفة من اللجنة التأسيسية. المدونة تلزم كل الإعلاميين بوسائل الإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني بنصوص ومواد الميثاق والمدونة منذ تاريخ نشرها، ويتضمن الميثاق 9 مبادئ عامة هي الإعلام رسالة والحرية المسؤولة أساس ممارسة العمل الإعلامي واحترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة واحترام تراث الوطن وهويته ولغته وتنوعه الثقافي والحضاري وقبول ثقافة الآخر وتأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي والتزام الإعلامي بمسؤوليته في دفع جهود التنمية المستدامة. الميثاق تضمن أيضا مجموعة من الواجبات تتمثل في 20 بندا، أهمها الالتزام بالدقة والأمانة والصدق وإسناد الأخبار والمعلومات إلى مصادرها الأصلية، وعدم بث الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل، والالتزام بحق الرد والتصحيح وفقا للقانون. أما الحقوق فتشمل 11 حقا، أهمها حق الإعلامي في حرية التعبير والإبداع في إطار من المهنية والمسؤولية، والحق في الوصول إلى مصادر الأخبار والمعلومات اللازمة بما يخدم عمله الإعلامي، وحق الإعلامي في عدم إفشاء مصادر معلوماته إلا فيما يمس الأمن القومي، والحق في الحصول على ضمانات تعاقدية قانونية مع المؤسسة التي يعمل بها. فكيف يمكن التوفيق بين الحقوق والواجبات وكذلك بين حرية الرأي والتعبير وفي الوقت ذاته الالتزام ب20 بندا يراها البعض صعبة؟ الممارسات الإعلامية في الفترة المقبلة تجيب عن هذه التساؤلات.
يمكن السؤال اللي طرحه زميلي في التقرير اللي احنا استمعنا إليه وتابعناه الآن يكون خير مفتتح لكي أطرحه من جديد على أستاذنا الأستاذ حمدي الكنيسي. يعني هل أصبح الحل في هذا الميثاق ولا هو مجرد حبر على ورق؟ لا، هو بالتأكيد الحل في هذا الميثاق، وبالتأكيد لن يكون أبدا حبرا على ورق. تكلم بثقة يا أستاذ حمدي. بثقة كاملة، ودي قناعتي، ومن أسباب نضالي من أجل إقامة نقابة الإعلاميين، ومن أسباب جهود مكثفة بذلناها في اللجنة التأسيسية، وبذلتها لجنة على أعلى مستوى من أساتذة الإعلام وخبراء الإعلام، عمل متواصل امتد شهور وشهور، وما نراه على الساحة الإعلامية يعني ضاعف من إصرارنا على صدور الميثاق ومدونة السلوك المهني، وإصرارنا على أنه بالفعل لم يعد هناك مجال لتجاوه المعايير المهنية وكل ده. طب ما هو كان في ميثاق في التسعينات، كان ميثاق صحفي للصحفيين، ما كانش فيه ميثاق للإعلاميين، كانت مجرد اجتهادات. إنما إيه الفرق دلوقتي؟ الفرق بقى الفرق إن يوجد الكيان الذي يحمي الإعلام، وهو نقابة الإعلاميين. نقابة الإعلاميين إحنا بنمثل المجتمع المدني، وبالتالي من خلال دورنا ومسؤوليتنا في إيدنا دلوقتي ما نستطيع أن نحاسب به كل إعلام، وما فيش إعلامي يقول أنا ما عرفش إيه المعايير وإيه. لا، عندك ميثاق الشرف وعندك المدونة. بس كان في محاولات، عفوا أستاذ حمدي، كان في محاولات لمحاسبة بعض المتجاوزين من الإعلاميين في الشهور القليلة الماضية، ولم تفلح هذه المحاولات. لا، هي أفلحت، وكويس أنت أثرت هذا الموضوع، وبالتأكيد الأستاذ ياسر عايش هذه القصة. أفلحت ونجحت مع البعض، ويمكن هم نفسهم اعترفوا ان استفادوا من ملحوظاتنا، لان احنا ما بناخدش اجراء كده بالايقاف وخلاص. لا، ده بيجي او بتيجي وبتقعد معانا وندرس الاخطاء كانت ايه وكده، وحصل ده. انما هي حاله وحيده اللي لم تتم فيها العمليه كما تمنينا، لما في اعلامي في قناه ما يعني اخطا واذاع، انت فاكر فيديو بعد حادثة الواحات، صدمة للناس كلها، لأنه يعني أساء للضباط ويطلعهم يعني تفتكروها أنتم. فإحنا على طول خدنا قرار، وهنا بقى بتسقط أي اعتبارات بقى شخصية نهائي. يعني برضو من المبادئ اللي أنا حريص عليها، إن لن ننجح في عملنا إلا إذا التزمنا بحاجتين: الشفافية المطلقة مهما كانت الضغوط العاطفية أي ضغوط، والإصرار المطلق على التنفيذ والحزم بقى. طيب، فإحنا خدنا هذا القرار، إنما للأسف حصل لبس ما بيننا وبين المجلس الأعلى، والمجلس الأعلى يعني طلع قرار قال لا، ده يبقى كفاية الاعتذار. ويعني حسب، طب عايز اجي لهذه النقطه استاذ حمدي، يعني تضارب الاختصاصات وتضارب الرؤى، لكن خليني برضو اروح للسؤال الافتتاحي. استاذ ياسر، يمكن انا بقرا في مقال لحضرتك في المصر اليوم منذ عده اشهر، وفي عباره كده بتقول فيها: لا يجب ان يعتقد احد ان وجود ميثاق شرف اعلامي سينهي تماما الفوضى والانفلات والتدني المهني في هذا المجال، والا كان ميثاق الشرف الصحفي المعمول به منذ التسعينات الفائته نجح في تحقيق ذلك. متشائم انت يا استاذ ياسر. لا بالعكس، متشائم جدا. لا، حضرتك اخترت فقره معينه، لكن لو ولا خرجت تصريحاتك من سياقها؟ نزعتها من السياق. لكن لو قرات كل المقاله، وانا بعض اعضاء النقابه ومجلس النقابه وبعض اعضاء اللجنه اللي شاركت في وضع الميثاق تكلموا معايا في هذه المقاله، وانا قلت انه اولا انه يكون مصر عندها نقابه اعلاميين ده انجاز كبير، وهذا انجاز تاخر قرنا كاملا. يعني احنا بدأنا الممارسة الإعلامية في مجال الإذاعة منذ قرن تقريبا، ومنذ قرن كان يجب أن تنشأ لدينا
نقابة أو تنظيم نقابي يحمي العاملين في هذه المهنة وأيضا ينظم أدائهم، وهذا الأمر لم يحدث. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. فوجود النقابة إنجاز، وهناك الكثيرون الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل أن يأتي هذا اليوم الذي يكون فيه نقابة العالمين، ومنهم الأستاذ حمدي كنيسة. أنا أقول هذا الكلام من ورائه وأقوله الآن أمام. النقطة الثانية أنه لأول مرة يكون عندنا آلية أو وسيلة للمساءلة أو التأديب الذاتي في قطاع الإعلام، لأنه لم يكن لدينا أي وسيلة أو آلية سواء ضعيفة أو قوية، فعالة أو غير فعالة، لإخضاع الأداء الإعلامي للتقييم لسنوات طويلة، وبالتالي أصبح لدينا هذه الوسيلة والآلية. لكن أنا أقول أنه أنا أصدق كل ذلك وأثني عليه وأشترك مع الأستاذ حمدي في كل كلمة قالها، إلا كلمة أنه خريطة الطريق للإعلام المصري، أو كلمة أنه سيحد بدرجة كبيرة جدا جدا من الإنفلاتات، أو أنه ينقي المجال الإعلامي، أو أنه يحل مشكلات الفوضى والممارسة العشوائية، لكنه سيقلل من التجاوزات بدرجة يمكن قياسها، لكن لن يعني لا نكون مفرطين في التفاؤل أبدا، لأنه ببساطة شديدة نكون واقعيين يعني. ببساطة شديدة إحنا أصبحنا إحنا عشان نضبط ممارسة إعلامية في أي مجتمع عايزين مربع كامل، والمربع لا يعمل بكفاءة كبيرة، وهو لا يعمل بهذه الكفاءة لا في السويد ولا في فنلندا ولا في أمريكا ولا في فرنسا ولا في بريطانيا، بحيث ينهي المخالفات الإعلامية رغم أنه مربع فعليا. يعني لازم يكون عندنا قانون نافذ وكفء ويطبق على الجميع، ويجب يكون لدينا تنظيم ذاتي بما فيه آليات النقابة نافذة وفعالة وتدار داخل الوسائل وخارج الوسائل، ويجب أن تكون لدينا مساءلة مجتمعية واسعة ونشيطة، وأيضا يجب أن تكون لدينا هيئة ضابطة رشيدة وعاقلة، يعني هيئة ضابطة زي المجلس على تنظيم الإعلام. لما يبقى الأربعة دول موجودين نقدر نتخيل أن احنا بننقي المجال الإعلامي من الفوضى والممارسات الحادة والمنفلتة، لكن هذا لا يحدث ولن يحدث، لكن لدينا خطوة في الاتجاه الصحيح يمكن البناء عليها أيضا، ويمكن أن نلمس أثارا لها، لكن ليست بأنه خريطة الطريق، وليست أنها فتح في عالم الإعلام والصحافة. ولا يجب أن يتوقع الذين يستمعون إلينا الآن أن الأداء الإعلامي سيكون أداء نقيا ورشيدا، لأنه هذا الأمر لم يحدث مع الصحافة، وهي مجال ذو تنظيم جيد جدا جميل، والصحافة فيها ميراث من التقاليد والتنظيم الذاتي كبير في مصر، وأسهل مسألة ضبطها أسهل، يعني إخضاعها للتقييم أسهل، لأنها نصوص مكتوبة بالضبط تمام. وهذا الأمر لم يحدث رغم وجود شرف صحفي فعال من 1998. يعني مهمة نقابة الإعلاميين ومهمة كل الهيئات المنوط بها يعني تفعيل هذا الميثاق هتكون صعبة هكذا، يعني أنا فهمت من طبعاً في تحدي الأستاذ ياسر يا أستاذ حمدي. يعني هي صعبة، ويعني لو أقول لك مثلا أن مسؤول ما يعني هو بيكلمني لما صدر قانون النقابة فقال لي انت عارف المهمة اللي انتوا داخلين فيها، قلت له انا عارف، يعني اعتبر ان احنا داخلين حقل الغام او عش دبابير انما دورنا ان احنا نقوم بما يمليه علينا ضميرنا وفهمنا وعلمنا وفكرنا، خاصة ان الاعلام صار في حاجة ماسة لما يعيد إليه توازنه، أو يعني هأخذ تعبير الأستاذ ياسر يعني بعض توازنها، لو يعني إيه لم نغرق في التفاؤل. بس الأستاذ ياسر بيقول إنه يعني إيه أنتوا أغرقتم في التفاؤل عندما أشرتم إلى مسألة خارطة طريق للإعلام المصري. لا مش أغرق في التفاؤل، هو من حقهم إن هم يعتدوا بالجهد اللي بذلوه، لكن هذه ليست خريطة طريق للإعلام المصري، لكنها آلية من آليات الضبط والتقييم الذاتي للأداء الإعلامي من قبل الجماعة الإعلامية نفسها. لكن هم مالهمش دعوة بالملكية مثلا، مالهمش دعوة بالاحتكار، مالهمش دعوة بتركز الدار، مالهمش يعني في ملفات كتير خارج إطار هم بينظموا يعني العلاقة بين الإعلامي وبين المؤسسة التي يعمل بها وبين الإعلامي وبين الجمهور. لكن في أمور كثيرة مهمة، قلت يا أستاذ ياسر إن هي المهمة موكلة إلينا كنقابة وإلى المجلس الأعلى بالنسبة بقى للمؤسسات. صح، مجلس أعلى عنده موضوع تاني، فلما يحصل بقى نوع من التوافق بالضبط، هل سيحدث هذا التوافق ولا هنشوف في بعض الصور اللي يعني خلينا نقول تضارب الاختصاصات؟ أنا هقول لك يا عمرو باشا، لو خلصت النوايا
لا مجال لتدرب الاختصاصات. وكيف تراها الان؟ لسبب خالصة النوايا ولا مش قوي؟ لسه هكمل. طالما قال لو خلصت يبقى مش خالصه يا استاذ عمرو، واضح عشان برضه يعني نفهم عمرو بقى ضروري. الاختصاصات واضحه تمام الوضوح. قانون نقابه الاعلاميين واضح لمن يريد ان يتابعه ويقراه، وقانون المجلس الاعلى. نحن نتعامل مع الاعلاميين الافراد، المجلس الاعلى بيتعامل مع المؤسسات. وبتيجي هنا بقى لحظات يمكن دي اللي كان الاستاذ ياسر قلق بشانها او يتمناها، ان نفرض احنا كنقابه اخذنا موقف معين ضد اعلامي معين وهو يعني لم يهتم واستمر يعني الخروج على كل المعايير والمواثيق وكلها، والمؤسسه بتاعته او القناه اداره القناه قالت له ولا يهمك جو اهيد كمل. هنا بقى على طول انا مع المجلس الاعلى بقول للمجلس الاعلى ده دورك انت، ونرجو ان انت تقول لنا هتعمل ايه مع. طب ولو المجلس قال لك كل الناس بتغلط ايه المشكله؟ تعمل ايه؟ ما لا ما هو ما لا ما طب احنا برضه ايه نرجع بقى للنوايا يا استاذ ياسر. النوايا ايه؟ حسنه دلوقتي ولا لا النوايا ولا كيف تقيم النوايا يا استاذ؟ لا يعني هو ما حدث من اخطاء دليل ان كان في ارتباك في النوايا، خلينا نتكلم ايه؟ دبلوماسي. انما اللي انا بقول لك عليه ان في جهد بيتعمل حاليا لتبادل الاراء ووجهات النظر. جميل. بحيث نصل بقى الى الشكل المطلوب مننا. طيب متى سيتم العمل بهذا الميثاق على ارض الواقع؟ خلاص هو لا فورا، مجرد نشره في الموقع الرسمي يعمل به فورا. مش عاوزه مناقشه يعني. طيب هو اتنشر يوم الاربعاء صح؟ نعم الاربعاء اللي فات. نعم هو يعمل به الميثاق. الميثاق لا يقوم بذاته، ولكن يقوم بآلية التأديب المنشأة بوصفه موجودا. بمعنى انه الميثاق هو نص، لكن ايه اللي يخلي الميثاق ده آلية فعالة؟ انه تنشأ آلية للتأديب. الآلية عبارة عن مجموعة من الأشخاص بيختارهم الأستاذ حمدي وأعضاء المجلس زملائه، بيتلقوا شكاوى في حق أنماط الأداء المثيرة للجدل في المجال الإعلامي، بيخضعوا الحصة الإعلامية للتقييم. لنكن مثلا انه في حد قدم شكوى في الحصة اللي احنا فيها الآن، فحضرتك عضو في نقابه الاعلاميين، بيوصل الشكوى للجنه التاديب، بيجيبوا الفيديو بتاع حضرتك بيدرسوه بيضعوه في سياقه، اذا توصلوا الى ان حضرتك قمت بمخالفه لنص موجود في الميثاق، وهو ده بقى الجديد ان بقى لدينا نص مكتوب للمعايير التي يجب اتباعها والتي يحاسب من يتجاوزها. طيب اذا وجدت ان انت بقى تجاوزت نص في هذا المعيار هيروح هيعمل ايه؟ هينزل بك عقوبه محدده ايضا لديه. هذه العقوبه هي التي بعد تراكم انت سميتها تردع، وانا بسميها تقوم الممارسه. طيب يعني مع التراكم الناس تقول طب انا مش عايز ابقى زي عمرو اللي خد ايقاف 3 اسابيع لانه استخدم لفظ مسيء على الشاشه. عمرو مين؟ عمرو يعني او انا مش عايز ابقى زي احمد او حسين او فلان. فبالتالي تقيم المساله. هي مش مساله العقوبه، ليس المقصود بها التعذيب او الاهانه او الحق الاذى، العقوبه المقصود بها تقويم الاداء. بس حتى الان هذه الاليه غير موجوده، مش كده يا استاذ حمدي؟ لا موجوده. موجوده في لجنه قانونيه برئاسه مستشار كبير يعني. في لا انا قصدي الاليه اللي كانت التاديب، اليه التاديب، اليه في المتابعه، في اليه التاديب اشتغلت في اذا مش موجوده يبقى مفيش ميثاق. هو الميثاق يعني الحته دي مهمه جدا، لانه يعني مثلا احنا من يوم الاربعاء لغايه النهارده، بكره الاربعاء اعتقد ولا بكره الثلاث، يعني حوالي 5 ايام. فهل في الخمس ايام دول ما حصلش تجاوزات من اي من مني مثلا؟ لا يعني هو احنا زي ما قال برضو الاستاذ ياسر ان طبعا في تجاوزات، انما احنا مجرد ما بتظهر حاجه واضحه قدامنا سواء من لجنه رصد، واحنا عاملين لجنه رصد وبنتعاون مع لجان رصد اخرى. مين بيشتغل في لجنه الرصد؟ مين اعضائها؟ لا هي اللجنه برئاسه زميله معانا ندى مبروك، وفي لجان اخرى يعني في لجنه في يعني اللجنه دي بتتابع كل ما يعني احنا عندنا كام قناه يا استاذ ياسر؟ لا هو مش مطلوب على فكره، لو كان بيعمل كده يبقى غلطان. هو مش مطلوب يتابع. هو مطلوب يتيح. لا توجد وسيله في مصر لاخضاع كفه البث الاعلامي للتقييم. امال ايه بقى لما تتلقى الشكوى؟
الشكوى هي جوهر آلية التقديم. لا الشكوى محور من ال كويس. انا بقول اللي انا اعرفه، انما لا ده عندك انت حاجه ولا انا واللي بالعالم بيتعمل حاجه تانية. لا انا بقول يعني عاوز اقول لك ان في لجنه رصد عندنا لجنه رصد في اتحاد الاذاعه والتلفزيون او الهيئه الوطنيه. كويس. في لجنه بتتعاونوا مع هذه الميدانيه او صوت القاهره بتتعاونوا معاها؟ بنتعاون وبنسال. وبقى اللي بحرك السؤال ايه، ارجع بقى لكلامك ان في شكوى او اتقال في جورنان او بتاع ايه اللي عمله المذيع فلان او ايه وايه بالظبط كده. فهو اذا يعني انا بنصح برضو نصيحه، يعني اللي بيعتمدوا على اليات الرصد الكامل والحصري هو في الواقع ده يعني كلام يعني مثلا يعني مثلا يعني مثلا الاستاذ حمدي المقال اللي كتبه الاستاذ ياسر لماذا يظهر هذا الرجل على الشاشات، ده بتعتبروه يعني بلاغ؟ بتعتبروه مثلا يعني شكوى؟ ممكن جدا ده ممكن جدا. ونبدا بقى نتابع ومن هو او من هي النماذج اللي هو يقصدها الاستاذ ياسر. وعلى طول بس الاستاذ ياسر ما مش كاتب اسامي يعني مش عارف ليه حاسب يعني انا ما اقصدش اسم معين يا استاذ عمرو، انا بتكلم عن النموذج نفسه. عن النموذج مش اسم محدد. انه في اشخاص يظهروا على شاشات التلفزيون ويستخدموا لغه مسيئه، يطعنوا في الاعراض، يثيروا الكراهيه، يحرضوا على العنف، او يسبوا الناس، او ربما يوجهوا اتهامات بدون اي سند او دليل. طيب هذا النموذج وهذه النماذج يا استاذ حمدي، هذه النماذج خطيره، لن تكون على الشاشات، لن تظهر على الشاشات؟ لا لو ظهرت يعني بعد هذا الميثاق، بعد إقرار هذا الميثاق، هل تتوقع، هل نتوقع، مش حضرتك، هل نحن نتوقع ألا تظهر هذه النماذج على الشاشات؟ أقول نتمنى، إنما ما إحنا نتمنى لكن حضرتك ما تتمناش. هقول لك حاجة، إنما التوقع ما أقدرش أقول لك بشكل مطلق لسبب ان ما زال ما مش بشكل مطلق، انا اسف على المقاطعه. يبقى في حاجه غلط في الميثاق، في حاجه مش غلط، في حاجه ناقصه. لا بالعكس، لا على فكره نص الميثاق يوقف ظهور هذه الانماط على طول. هذا الرجل ما انا بقول لك، لا مش هذا الرجل، هذه الانماط. الرجل لا كلمه الرجل هنا معناها الرمز، يعني هو رمز، ممكن تكون امراه، لكن بس انت قلت الرجل يعني على سبيل التجريد. لكن هي ما اللي انا عايز اقول لك ان هو التوقع بمعنى ايه، ان ممكن يحصل ان لسه ما زال الناس انت في تراث من الفوضى والانفلات والجري وراء اي اثاره. احنا ده، فانا مش متوقع ان من بكره كل هقول لك بقى تكر وبتاع بلاش فلان ولا فلانه عشان ما نحددش. انما في الحاله دي بقى لو حصل على طول المساءله للمذيع، مش عاوزه كلام. يمكن وانا يعني برضو براجع هذا المقال استاذ ياسر يعني وهذا العنوان، وطبعا حضرتك دايما عناوينك مثيرة للاهتمام. لماذا يظهر هذا الرجل على الشاشات؟ أنت برضو تكلمت وأشرت ووجهت حتى يعني اتهامات ل مش عارف جهات مؤسسات أنه في عدالة انتقائية في الإعلام نفسه، إعلام انتهازي. صح. فسر لي كل هذا. لا انا هفسر لك بس هذه فرصه. انا بقول للاستاذ انت فتحت النار على الكل، حتى الجمهور بتقول الجمهور متواطئ. لا. مع انا بس بقول للاستاذ، انا هشرح هذه النقطه، لكن بقول للاستاذ حمدي اجعل الشكاوى هي جوهر عمل التاديب، لانه الرصد المطلق لما يبث عبر وسائل الاعلام مرهق جدا ولن ياتي بنتيجه. واذا لم يتضرر طرف من حصه اعلاميه ما، فما الداعي الى ان حضرتك تنزل عقوبه بها او انك تخضعها للتقييم. وهذه نصيحه انا انصحها بواقع، من واقع ان انا يمكن احنا اشتغلنا سوا في اكثر من طبعاً من عمل، فارجو انك تاخدها في اعتبارك. الشكوى هي الاساس، لانه الشكوى هي اللي بتعكس الضرر الذي المفترض الذي لاحق بطرف ما. مين المسؤولين يا استاذ عمرو عن هذه المأساة التي نعيشها بسبب الأداء الإعلامي المنفلت والذي يسبب الفرز العكسي، أن الذين يجيدون تمام يتأخرون، والذين للأسف الشديد يرتكبون المخالفات يتقدمون. إيه المشكلة؟ لا رقم واحد أن إحنا ليس لدينا قانون نافذ وفعال، لأنه أنا شخصيا أشاهد على الشاشات مخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون والدستور، ويحاول الناس
ان هم يفعلوا القانون في هذا الصدد، يرفعوا قضايا، يقدموا بلاغات، يرفعوا حصانات او اي شيء، لكن لا احد يتجاوب. دي رقم واحد. لا احد يتجاوب من مين؟ من اصحاب الشأن. اللي هم مين؟ اللي هم لما انت تقدم مثلا شكوى في النيابة ضد شخص سب وقذف في وطعن في الاعراض على الهواء، فتحفظ الشكوى مثلا، لازم يكون في سبب. في كل الشكاوى التي قدمت لا لا مفيش اي حاجه اسمها كل في العالم، مفيش اي حاجة. التعميم اصلا مات، قتل قتلا، لكن هناك بعض الشكاوى التي لا تفعل ولا تاخذ طريقها حسب القانون، لان المشكو في حقهم مسنودين يعني. انا ليست لدي معلومات، لكن الذي اعرفه ولا انت كاتبه بتقول لا الذي اعرفه ان عداله انتقائيه بقى عندك معلومات لا المعلومات مثلها. التي لدي والتي استطيع ان ابرهن عليها ان هناك شكاوى تقدم ولا تفعل، لكن ليه لازم صحفي شاطر يروح يعمل تحقيق استقصائي ويقول لنا ليه؟ ويجيب لنا علاقات وارتباطات. دي نقطة. النقطة الثانية، ودي نقطة مهمة جدا، هي تتعلق بوسائل الإعلام والإعلاميين. يعني حضرتك لما جبت، وهذا كلام لا يدركه كثير من المشاهدين للأسف لأنهم مش متخصصين، لكن احنا ممكن نبسطه. وانت جايب الأستاذ حمدي الكنيسي وجايب ياسر عبد العزيز، انت تزعم، تستطيع ان تزعم انك عارف الى اي حد الاستاذ حمدي بيقول ايه وانا بقول ايه في القضيه اكس والقضيه زد، ولا لا تعرف؟ اعرف يعني. طيب هل لديك اليات لانك تجيب اللي قاله الاستاذ حمدي عن الموضوع، اللي جبته انا عن الموضوع، وتقعد تحطه قدامك وتذاكر وتحط تحتيه خطوط؟ ما تقوليش انك اتفاجئت بان انا فجاه قوضت الامر الامن القومي للدوله، او ان الاستاذ حمدي فجاه استخدم لفظ مسيء. ما تقوليش ان انا جبت الاستاذ حمدي وما اعرفش ان هو لا بشكل انت عارف الضيف اللي جاي بيتكلم ازاي، وطاقم الاعداد عارف الضيف بيتكلم ازاي، وبالتالي عايز تقول انه في تواطؤ بين الاعداد والمذيع حضرتك وزملائك. اذا جبتوا شخص وبعد معروف، وبعد ربع ساعه اضطريت انك تطرده من على الهوا، ما تقوليش انك اتفاجئت باللي بيقوله. اعمل نفسي اتفاجئت. اعمل نفسك اتفاجئت. وانك غيور على الدين او غيور على الوطن. اطلع يا كافر. اي معرفش اطلع يمين. بس انت في الاخر بتدافع عن ثابت من الثوابت. ايوه. ولانك بتدافع عن ثابت من الثوابت فانت فوجئت بهذا الشخص فبتطرد. طبعا هذا كلام خطير، ولا يجب ان طبعا هو ينطلي على بعض البسطاء من 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 اهلنا، ولكن الناس اللي بتفهم عارفه ان انت عارف مين اللي جاي وهيقول ايه وهيعمل ايه وكل حاجه. فدي نمره اتنين، فما تقوليش ان انت مش عارف. نمره تلاته، خلينا نقول حتى يعني 90% تبقى. والله انا رايي 99%. رايي كمان في بعض الضيوف بيفاجئك. لا انت اذا فوجئت يعني لا فعلا خلينا نقول برضه يعني بص يعني. بص يا استاذ عمرو، انت اشتغلت في كل مراحل العمل الاعلامي وفي كل وفي اكتر من 6-7 دول. احنا بنعمل مقابله مع اي مؤسسه محترمه بيكلمني الصحفي يا استاذ حمدي ويناقشني 10 دقائق اسمها بري انترفيو، شوفني بتكلم ازاي. لو هيكلمني بلغه تانية لازم يشوفني بتكلم باللغه التانية دي ازاي، ويعمل معايا مقابله قبل المقابله. انت تعرف ده يا استاذ عمرو اكتر مني. طيب نمره ثلاثة، انه الجمهور بقى ايضا متواطئ. بدليل ايه الجمهور متواطئ؟ بدليل لما تدخل على يوتيوب وتقرا كلمه فضيحه، او تقرا فلان يسب فلانا، او فلان تمام صفعه ناريه لفلان، او فلان شافه، فبيدخل يشوف. فالجمهور ايضا يغذي هذه الممارسه الحاده والمنفلته للاسف. فانا لا اعفي الجمهور او قطاع منه، لا اعفي قطاع من الجمهور في انه يغذي هذه الممارسات ويعطي لهؤلاء الاشخاص الفرصه لكي يظهروا وايضا لكي يصبحوا نجوما. طبعا اخر حاجه بقى للاسف العنصر الكبير هو بقى هيئات الضبط. النقابه عليها مسؤوليه يا استاذ حمدي. وحضرتك مسؤول عن انك وزملائك انك تستخدم كافه الصلاحيات التي يوكلها لك الدستور والقانون. انت عندك المادة 77 من الدستور بتنيط بالنقابات المهنية مهمة مساءلة الأعضاء وتأديبهم. وعندك القانون 93 لسنة 2016 بيوضح الصلاحيات والدور ومنه آليات التأديب وإصدار ميثاق شرف صح. وأنا بقول لحضرتك لا تتخلى عن هذا الواجب، لو أنت عمرك ما تخليت عن واجب في الواقع. لازم اللي يغلط يتحاسب، لأن ترك المجال على هذا النحو سيؤدي بنا إلى المزيد من الفوضى. ووجود النقابة مع وجود هذه الفوضى هيفقد الناس الثقة في أي آليات للتنظيم. يعني إذن الأستاذ ياسر حمدي عايز يقول أنه النقابة الآن
وبعد إقرار الميثاق ونشره في الصحيفة الجريدة الرسمية أصبح على المحك، أصبحت على المحك. صح تمام أنا معاك، ويمكن الأستاذ ياسر بيتكلم في حاجة أعتقد أنا قلتها بشكل أو بآخر لما قلت إن بدون الشفافية والإصرار والحزم مش هنقدر نحول الميثاق ده الى ميثاق حقيقي مع فده بدون الشفافيه والنظام والحزم. طب لو حصل انه عنصر من العناصر اللي حضرتك اشرت اليهم لم يتحقق، هتقفلوا النقابه؟ نقفل النقابه؟ لا، يعني هو هتحقق لان عندنا وسائلنا، يعني اللي بالعكس احنا هنحولها لقضيه راي عام. لا لان يعني مش طب وهنبقى عملنا ايه؟ لا يعني قصدي يعني انت لما تحقق هكون نتيجة ايه؟ ان ما حضرتك العناصر اللي اشرت اليها يعني عنصر من العناصر، ما فيش شفافية، ما فيش حصل تواطؤ ما في قضية اعلامي ما اعلامية ما، وما حصلش يعني العقوبة لم تنزل عليه، يعني هتعملوا ايه؟ لا بالتأكيد هنصمم على عمل. وبالمناسبة هتقدموا بيان احتجاج زي كوفي عنان زمان ولا اسمه ايه ده؟ بان جي مون؟ بان جي مون راجل محتاج ده. لا مش قضية احتجاج، يعني انا قصدي ايه الآلية؟ هنستمر في اجراءنا وانت تعلم ان في آلية التنفيذ، يعني في مسلسل نبدأ بالتحذير ثم الانذار ثم الايقاف لفترة ما ثم الشطب نهائيا من العمل الاعلامي. وخد بالك بقى دي في ايدينا احنا، وهتحول بقى الموقف الى خارج حدود علاقات ويعني مساندات لهذا الاعلامي او لهذه القناه او لهذه الاذاعه، هتدخله في حيطه سد. خدنا قرار بالشطب نهائي من العمل الاعلامي، تحولت الى جريمه جنائيه لو مارس العمل. يعني لو اسف يعني لو حضرتك قررت ان انت بكره تروح تفتح عياده الطبيب هيحصل ايه؟ او يفتح اجز خانه، او تفتح اجز خانه. اجز خانه ممكن لو هو صيدلي اصلا ممكن وعندي كارنيه النقابه. لا يعني مثلا قررت ان انت تلبس لبس ضابط في الجيش او الشرطه وتمشي على طول، عقوبه جنائيه. فدي في ايدينا، وبالتالي هيدخل بقى اللي من يخالف معتمدا على مسانده ما ان هو هيدخل بقى في موقف قانوني. وده يخليني اسال حضرتك يا استاذ حمدي، يعني هل يعني هتكون في معايير للسماح للاشخاص بممارسه العمل الاعلامي؟ يعني واحد زي دخيل على الاعلام، انا راجل صيدلي جيت واشتغلت صيدلي، اشتغلت اعلامي بدل الصيدله، هل يا ريت يعني كلهم يبقى كده؟ الله يخليك. هل نرحب بهذا النوع من طيب سين من الناس؟ هل يعني كيف سيسمح لشخص ما بممارسه العمل الاعلامي؟ اولا من ضمن الواجبات اللي الميثاق نص عليها اهميه التدريب والتطوير. يعني لو لقينا واحد اداؤه المهني او اداؤه الاعلامي ضعيف، احنا ممكن برضو ازاي يعني اللي بنوقفه واللي تجاوزه ممكن برضو نوقف ده، انت محتاج تدريب واحنا جاهزين، احنا جاهزين مع التدريب وتم الاتفاق حاليا وكل ده على الاستاذ ياسر. لا ها لا يا ريت. يعني مش عاوزه كلام، احنا يعني لازم نتعاون مع كل جهه هتساعدنا في ده. نمره اثنين، هتبدا بقى من اللي داخل طلب عضويه بالظبط، ده اللي انا عايزه. ده بقى لازم يخضع لاختبار وتقييم لادائه، لو لقيناه كده بنقول له والله انت قدامك تدريب 6 شهور عشان نقبلك عضو في العمل. طب الناس اللي اوريدي يعني اللي هم بالفعل بيعملوا في هذا الحقل الاعلامي وجم يقدموا على طلب عضويه النقابه، ايه المعايير، ايه الشروط المفترض انهم؟ من ضمن الشروط طبعا اولا باعتبارها نقابه مهنيه فلازم يكون دي مهنته الاصليه. نمره اثنين، المؤهل العالي طبعا معروف. خلاص انا كده اوت صح؟ لا طبعا دي مش مش معقول مش يكون في استثناءات يا استاذ حمدي. نعم
مش معقول يكون في استثناءات اكيد يعني. لا لا عملك انت وجود علاقه دائمه لها صيغه تعاقديه مع وسيله اعلام في المجال الاعلامي هي طريقك للنقاط. لا لا مش انت عندك علاقه دائمه. انا ما عنديش علاقه، ده انا عندي علاقات. لا انا بقول لك انت لا انت خارج المقارنه خالص يعني. نمره 2 طبعا الجانب الفيش والتشبيه زي ما بتقال الفيش والتشبيه يعني هو ده اللي انت ممكن تقع فيه بقى. غير كده في يعني مثلا لو مؤسسه ما يعني هذا الاعلامي بيعمل فيها وراح يقدم على الكارنيه، حضرتك او حضراتكم في النقابه رفضتم المؤسسه، ممكن يعني تقف في ظهر هذا الاعلامي؟ لا ده هو في الوجه الاخر بقى ان في مؤسسات ما بتعملش عقود لاي حد بينما القانون بينص ان يكون في تعاقد زي ما قال الاستاذ ياسر. واحنا هنا لاننا عايشين في قلب المهنه ونعلم جيدا حالات كثيره وليست قليله من قنوات لا تتعاقد ويرفضوا يدوا له اي حاجه، فقلنا في حاجه اسمها الرابطه القانونيه. صح. اللي هي ما يثبت ان هو بالفعل يمارس العمل. سيديه بعمله. أيوة. ولو حتى بطاقه دخول مدينه الانتاج لا الأخير. من هو الاعلامي؟ من هو الاعلامي يا استاذ حمدي؟ يعني مين اللي من حقه انه ياخذ بطاقه عضويه نقابه الاعلاميين؟ يعني احنا قلنا جزء اللي هم اللي بيظهروا على الشاشه اللي بيمارس النشاط. ايه بقى الإعلام. هو النشاط يعني. ايه هو النشاط؟ بمعنى هل المخرج اعلامي؟ هل المنتج اعلامي؟ هل المعد اعلامي؟ النقابه فيها اكثر من شعبه. فمن ضمن الشعب المذيع، المخرج، المراسل، المعد، كلهم اعلاميين وحقهم يدخلوا النقابه، ده حق رسمي. يمكن في فئات للاسف قانون النقابه يعني لم ينتبه ليها، مش عايز اقول تجاهلها، زي المصورين مثلا وغيره. وانا اتناقشت في دي، وبالمناسبه برضو في كذا ماده استاذ ياسر في القانون انت تعلم بالتاكيد ان هم محتاجين اعاده نظر. وده اللي احنا شغالين فيه حاليا مع مجلس النواب، ويعني اعتقد في قبول للتعديل ده. فالمصور ايضا مشارك في يعني من يشارك في المنتج الاعلامي، المنتج الاعلامي فكرا وتنفيذا. فكرا وتنفيذا. طيب استاذ ياسر برضو ارجع لمقال حضرتك، يعني بسبب الرغبه الجامحه لدى المذيع والمذيعة لكي يحصد الرواج والشهره وتتداول الجماهير فيديوهاته الى اخره، يتحول هذا الضيف المتجاوز المنفلت الى هدف تتسابق عليه المحطات. هل لو التزمت المحطات بهذا الميثاق بما جاء فيه من شروط ومن واجبات، نسب المشاهدة ممكن تتغير في الفترة اللي جاية؟ افتراض. لا بص، هو كويس، ده سؤال كويس قوي. اللي بيحصل يا استاذ عمرو، هو ليه المواثيق نشأت؟ المواثيق نشأت عشان تنظم عملية الأداء، عشان ما فيش طرف واحد يدفع الثمن. احنا دايما كنا بنتكلم انه في اطراف بتدفع اثمان التزامها بالمعايير المهنيه في صناعه الاعلام في مصر. الاطراف دول ممكن يكونوا ملاك وسائل الاعلام، وممكن يكونوا مهنيين، مذيعين شطار جدا وكتاب شطار جدا، بيدفعوا كل يوم ثمن عدم انجرافهم الى الممارسات الحاده والمنفلته والمشبوهه، وبالتالي يعايروا احيانا بانهم لا يحققون الترافيك يعني الرواج المطلوبه والمشاهده المطلوبه لانهم خايبين. يعني ايه خايبين؟ يعني مش عارفين تكنيكات جذب الجمهور. انا ايه بسميها الصيد الجائر. الصيد الجائر، عارف حضرتك اللي بيروح يصطاد بالديناميت؟ انت تقدر حضرتك تروح تصطاد بالديناميت، ومجرد ما تعمل الديناميت ده هتصطاد سمك كتير جدا، بس السمك ده شكله ايه؟ ميت، مسمم، هيصيب من يتعاطاه بالامراض بالتاكيد. انت هتروح بمكسب يومي، بس بعد اسبوع واسبوعين مش هتلاقي سمكه في البحيره. هو ده اللي بيعملوه الاشخاص دول، ان هو بيصطاد الصيد الجائر. تعبير جميل قوي. والتشبيه جميل. هو بياخد الجمهور ده بالصيد الجائر، بيترك الصحفي المجيد والوسيله المحترمه من غير صيد، من غير سمك.
وبالتالي بتفسد الصناعة كلها، الصناعة كلها بتفسد. لكن لما يكون في عندنا آليات مساءلة، منها الآلية التي تضعها النقابة، الآلية التي تضعها المجلس على تنظيم الإعلام، وبالتالي بتعمل نوع من الكنترول على هذه الممارسات الحادة، تبص تلاقي ان السمك ينمو ويزدهر، وبالتالي لما السمك ينمو ويزدهر عمليات الصيد الطبيعية اللي بتبقى وفق القواعد تبقى مربحة، وبالتالي الصناعة ترشد وتزدهر. لكن بعد اول اسبوع المشاهدات هتنخفض، المشاهدات هتنخفض زي بالظبط لما توقف الديناميت، السمك هيقل، بس هيقل في البداية لانه بعد كده هيزدهر ويزيد. لكن هتقل لانه الجمهور للأسف ما زال يشجع الممارسة الحادة والمنفلتة. هو كل ما يشوف خناقة، يعني لو احنا الاثنين دلوقتي اتجننا وضربنا بعض بالمجات دي، الترافيك هيزيد. تمام؟ طب ما لا من الاول لا هو بقى تأكد لكلام ياسر برضو فيها حاجة مهمة، برغم حالة العشوائية والفوضى الموجودة، انها برضو اللي بيؤدي الأداء الحقيقي مع، يعني مش مجاملة ليك، لما حد مثلا يقول لي يا ريت احنا عاوزك في قناة كذا وبتاع، واقول له مين؟ يقول لي عمرو، انا على طول بقول له وانا قلت المعد كده، قلت له لا اجي وغيري وغيري. فهو برضو اللي أداؤه بشكل جيد ده يجب ان يثاب، يجب ان نعزز اداؤه. وبالمناسبه برضو ده يخليني ارجع بقى لكلمه ميثاق الشرف ووسيله تردع ولا لا، النقابة وميثاق الشرف وسيلة ردع وأيضا وثيقة حفز وتشجيع للمجيد. المجيد، ولذلك أنا حتى أنا في فكر أنا شخصيا وهطرحه قريبا، أن يبقى في لوحة شرف النقابة بتعلنها كل شهر وبنختار أفضل أداء وكذا. زي ما بنقول فكرة ممتازة والله حقيقة، أنا مصمم عليها عشان برضو تبقى العملية متكافئة، يعني مش بس فكرة ممتازة. فده الشكل اللي احنا ممكن نعمله. فانا برجع، انا سعيد قوي بالوصف اللي قاله الاستاذ ياسر للصيد الجائر، وبقول هتاخد وقت على ما الامور تبقى، يعني الصيد يبقى صيد وفق القواعد، وفق القواعد والمواثيق هتاخد وقت، وانما كونها هتنجح بالتاكيد، بدليل ان حاليا حتى في وسط هذه الفوضى النماذج الجيده موجودة. لها جمهور وموجوده يعني موجوده بقوه. استاذ ياسر، من البنود اللي موجوده في الميثاق التحقق مما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وقضايا قبل بثها، يعني هل هذا البند هيحد من الاعتماد على السوشيال ميديا؟ لا، ده بالعكس، ده هيفعل الاعتماد على السوشيال ميديا. هذا من البنود الجيدة. ما يرد عبر السوشيال ميديا لا يجب أن يكون أخبارا بطريقة أوتوماتيكية، لكن ما يرد عبر السوشيال ميديا هي إشارات إلى أخبار، فيجب أن يتم التعامل معها باعتبارها مادة خام، يتم التأكد من صحتها أولا، من نسبها إلى الشخص الذي يفترض أنها منسوبة إليه، ثم توسيعها لتصبح معالجة تقريرية. لكن ده من البنود الجيدة. أما يعني ما أثار تحفظاتي على الميثاق، وهي تحفظات محدودة جدا، لأن أنا أبديت تقدير الكبير لخطوة الميثاق، وتقدير الكبير أيضا للجنة التي عملت عليه، لأنها تضم أسماء بالفعل جديرة ومحترمة. لكن التحفظات اللي أنا سجلتها، رقم واحد انه الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، واللي هو وضع مؤقت هيمن على اللحظه التي وضع فيها الميثاق، هو وضع التحدي الارهابي والرغبه في الاصطفاف وراء القياده والدوله. فده ظهر في 3 أو 4 بنود في الميثاق، احب ان هم ربما لما الاوضاع تنضج يتغيروا. زي ايه؟ زي مثلا انك تقول انه الاخبار الخاصه بالشرطه والقوات المسلحة لا يتم نشرها إلا من مصادرها الرسمية. ده كلام ما ينفعش. ما ينفعش في المطلق، ولا ما ينفعش في أي دولة. ما ينفعش، يعني مش أنا كل المواثيق اللي أنا درستها، أنت عارف إن دي شغلتي أنا، التنظيم الذاتي سيلف ريجوليشن، أوكي. فكل المواثيق اللي أنا درستها، فيش حد يقصر نشر الأخبار الخاصة بهيئة أو جهة عليها ذاتها لوحدها.
يعني فاهم انت الفكره ايه؟ ان احنا عندنا خبر عن الشرطه او الجيش، الميثاق بيقول لنا ما ناخدوش الا من الشرطه او الجيش. ده كلام ما يصحش. احنا ناخد الاخبار الخاصه باي حاجه من مصادر موثوقه. ايوه بس ما هو واضحه ومعلنه كلما امكن زي ما قال الميثاق في حته تانية. بس ما حضرتك اشرت يا استاذ ياسر في البدايه، اسف على المقاطعه، انه يعني في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها يعني في اخبار خلاص كويس اذا تناولت كويس الجيش وتناولت كويس الشرطه كويس هتودينا في ده كويس. لكن لو كانت الاخبار دي موثوقه، ما هو موثوقه من مين؟ يعني من مصادر موثوقه. ومين اللي هيحدد درجه الوثوق؟ طب كويس كويس خلاص. انت عايز يعني انت عايز احنا نبقى الدوله الوحيده في أنا العالم؟ انا بسال. لا اذا كان اذا كنت بتسال لا، هو المفروض ان احنا نذيع الحقائق في اوقات حتى الغموض والخطر تمام بشكل واضح. والحقائق هنا هي المصادر، هي الـ 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 الاخبار المعلومات اللي بنحصل عليها من مصادر موثوقه واضحه معلنه. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى لو الاسعاف قال حاجه على الشرطه مفيش مانع ان انا ازيعها. لو المطافي قالت حاجه على الشرطه مفيش مانع ان انا، لو الجهاز المركزي التعبئه العامه والاحصاء قال حاجه على الشرطه مفيش مانع ان انا ازيعها. لكن لو انت قريت النص صح هيقول لك لا، ما تاخدش من الشرطه والجيش الا من الشرطه والجيش. لكن انا افرض انه الجهاز المركزي للمحاسبات قال حاجه على الشرطه، ايه المانع؟ مثلا هو مصدر موثوق ولا مش موثوق؟ موثوق. دي نمره واحد. نمره اتنين، الكلام على انه احنا سريه المصادر نحافظ عليها الا فيما يخص الامن القومي. ما ينفعش، ما فيش ميثاق شرف في العالم تمام وضع موضوع سريه المصادر والحق في الاحتفاظ بسريه المصادر على المحك. لا يوجد ميثاق شرف اعلامي او مدونه او اديتوريال جايد لاينز يعني دليل ارشادات تحريريه يضع هذه المساله على المحك، انه سريه المصادر هي حق مطلق. انك تحافظ على سريه المصدر اذا حد بلغك، لان دي ترتبط بمعيار اخر وهو ستريت فورورد ديلينج اند فيرنس اللي هو الانصاف والتعامل باستقامه. فاذا انا وحضرتك انت اديتني معلومه وانا قلت لك ان انا مش هنشرها كصحفي، لا يمكن ان انا انشرها ولا يوجد قانون يجبرك على انك تنشرها سواء في امريكا او في اسرائيل او في حتى الهند. لا بس بعد اذنك، هو سريه المصدر بالنسبه للجهتين الشرطه والجيش اعتقد انها مهمه. يعني مثلا اعلامي اتكلم على ان ده فيه خليه موجوده في المكان الفلاني وعندنا ما يؤكد ان كرداسه بتستعد الان الى عمل كذا وكذا وكذا، وسئل من الجهه اللي هتواجه الناس دول الجيش او الشرطه، هل هو بقى احتفظ بسريه المصدر بتاعه هنا بينما ممكن خلال ساعات او ايام تحصل كارثه؟ كويس. هو المشكله بقى هي في الامن القومي، انه احنا قلنا فيما يتعلق بالامن القومي. تعريف الامن القومي في اهم التعريفات هو التدابير والاحترازات التي تتخذها الحكومه من اجل الحفاظ على المصالح الحيويه للدوله والشعب. تخيل بقى ممكن بقى هنا سريه المصادر كمعنى والتزام تروح. ليه؟ لانه خلاص اي حاجه ممكن تبقى امن قومي. يعني الدواء امن قومي. اسعار الوقود امن قومي. لان هات تعريف الامن القومي في اي معهد وفي اي اكاديميه هتلاقيه واسع جدا ومطاط جدا. هي دي المخاوف. العنصر الثالث وهو اللي هو انه نحن مضطرين كاعلاميين حسب هذا الميثاق ان احنا ندعم اجراءات التنميه المستدامه او جهود التنميه المستدامه. مش لازم، يعني مش لازم، احنا لازم نؤدي عملنا بشرف وامانه، ننقل بدقه وموضوعيه، ننقل عن كل الاطراف، لانه جهود التنميه المستدامه ممكن النهارده تكون محل اتفاق كامل، ممكن بكره يبقى في انقسام حول جهود التنميه المستدامه. يمكن الناس بتفكر في تنميه شامله مش مستدامه، وممكن الناس تكون بتفكر في تنميه مرحليه، وبالتالي ده برضو حس تعبوي. انا حسيت ان في كده روح ستينيه شويه في الثلاث بنود دول. الكلام عن الروح الستينيه لازم الاستاذ حمدي. لا ليه؟ لا لا الاستاذ حمدي سبعينيه. لا الاستاذ حمدي لا دشن وجوده في حرب اكتوبر. اخر حاجه انه الاعلام رساله، ده موضوع ما اعرفش انت تقول لنا هو رساله ولا صناعه، انت ممكن لا انا ما بسالش ما بتسالش اصلا انا بسال. طيب استاذ حمدي، يعني لو عندك تعليق على كل ما تفضل به الاستاذ ياسر، الاستاذ ياسر يعني اثار نقاط مهمه. هو اثار نقاط مهمه بالتاكيد كعادته، يعني انما النقطة اللي أنا يعني نسبيا اختلفت معاه فيها اللي هي الخاصة بالأمن القومي، وإن كان هو إحنا كإعلاميين ومبدعين بنبقى حذرين قوي
في تعبيرات معينة ونخشى أن يساء فهمها، أنا معاك ده، إنما يعني أعتقد حتى في الظروف الآنية والحالية ممكن يقبل هذا البند او هذه الماده لغايه ما الوضع الراهن هو وضع استثنائي لغايه ما نكتشف. لكن انا اتصور انه المواثيق يجب ان تسن لاوضاع دائمه، يعني هو وضع استثنائي، وانا اتمنى مراجعه بسيطه هيكون هذا الميثاق من افضل المواثيق ان شاء الله. أنا طيب يعني برضو قبل الختام لان الوقت يداهمني، يعني في بعض البنود اللي مش عارف يعني تحتاج ربما الى تفسير استاذ حمدي، مثلا تجنب التاثير على الراي العام ازاي يعني ده بالنسبه للقضايا لان في هنا انت تعلم يعني في قضيه معينه وممكن يجي برنامج يطلع الراجل اللي عمل ده مظلوم فبتعمل راي عام هنا يؤثر على المحكمه على نفسها، عدم بث الافكار والمفاهيم الخاطئه التي تروج للدجل والشعوذه والخرافات وتغييب العقل، ده كده في برامج كتير هتقفل. في بند هنا يا استاذ عمرو يضع 95% من زملائك تحت طائله المساءله اللي هو او 97% اللي هو البند ايه اللي هو خلط الراي بالخبر اثناء تقديم البرامج انه يخلط الراي بالخبر. طيب يعني ده يضع 95 هو يعني ده لو ايه رايك في الموضوع ده؟ لا لو 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 البند ده يعني تم تفعيله اكيد في مش عارف تفسير له، يعني هيقول لك لا هو قالش هو ده بيقول خبر بس بيقوله كده بطريقه لا انا اعتقد لا ما مش هتوصل لكده يعني انما هي النقطه ديت او اعتقد دي بتدرس في الإعلام كله وأن فعلا خلط الخبر بالرأي ده مش دور المذيع. أنا بقول ده حتى بطريقة الأداء نفسه ممكن يبقى مقصود بيه يقول لك ده حتى ده فيه الرأي هنا ده وجه السؤال للأستاذ ياسر بشكل إيحائي يخليه يقول كذا حتى الإيحاء بالإجابة غلط. فهي دي حقيقة علمية يعني أنا النهاردة لما مثلا قلت خبر عن أن الدولة استردت قطعة أرض كبيرة جدا في القاهرة الجديدة كان وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان مخصصها لأحد المستثمرين الأجانب من 2009 وما عملش فيها الراجل حاجة فاستردتها، فأنا لو قلت والله يعني ده إجراء كويس أبقى أنا إيه قلت رأيي ولو قلت اجراء وحش برضه قلت رأي. لا ما اعتقدش هتوصل لكده يعني لا حسب المعايير انت كده قلت رأي لانه اولا انت ما تعرفش كل ابعاد القضيه دي وافضل شيء هو انك تجيب الطرف اللي ممكن يقول انه رأي كويس والطرف اللي يقول انه رأي خاطئ وتخلي الطرفين يتكلموا هو ده صح يعني ده صح وده الشكل. طب وده اللي هيتعمل نعم المفروض بقى بعد الميثاق المفروض طبعا ده كله هيتعمل وهي يعني خطوه احنا لا يعني لا نتوقع وننتظر ان من بكره الامور كلها هتبقى يعني كل يوم بلاقي واحد من زمايلك بيطلع بيقول انا بقى عايز افهمكم ازاي ده حصل او تعالوا بقى عشان اشرح لكم الحكايه دي. طب ما انت المفروض تشكره او انا بقى رايي في الموضوع ده بنفس الطريقه هو انت مين يا جماعه ولذلك هو سالك الاستاذ عمرو قال لك مين الاعلامي. انا بقول للناس اللي بيسمعونا دلوقتي علشان ما حدش يضحك عليكم الاعلامي مش دوره انه يقول رايه ولا انه يقودك ولا انه يصححك ولا انه يفهمك ولا انه يعلمك ولا هو فيلسوف ولا هو قائد ملهم. الاعلامي رجل بسيط جدا بيشتغل شغلانه محدده ومعروفه انه ينقل لك الوقائع اللي بتقع في اطار اهتمامك ويجيب الاطراف المعنيه بيها ويوفر لها حصص عادله تعبر عن مواقفها ولو عمل كده يبقى كويس قوي. مش لازم ابدا لا يعلمك ولا يفهمك ولا يشرح لك ولا يقول لك رايه. يعني دي شغلانه بقت صعبه جدا. انا سعيد جدا ان احنا اثرنا هذا الموضوع لانه موضوع يعني موضوع الساعه كما يقال الان. نتمنى باذن الله انه هذه الخطوه تاتي بثمارها الايجابيه على المشهد الاعلامي بشكل عام. شكرا جزيلا. انا قلت رايي كده
ده انت كويس انت كويس بس انا دخيل على المهنه بس انت قلت سمك وبيض بس. اشكر استاذنا الكبير الاعلامي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي نقيب الاعلاميين. شكرا استاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي, اشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل نعيد الى اذهان حضراتكم حوار سابق اجريته مع الدكتور علي صادق اللي أشرف على إطلاق أول قمر صناعي مصري ومؤسس برنامج الفضاء المصري قبل شهرين ونصف من الآن, كشف فيه مراحل تصنيع القمر الصناعي المصري وحلمه في تأسيس أول وكالة فضاء مصرية اللي أصبحت حقيقة اليوم النهاردة تحديدا وافق مجلس النواب على مشروع القانون. الكثير والكثير من التفاصيل في هذا الحوار اللي تشرفت بإجراءه مع الدكتور علي صادق من شهرين ونصف بعد الفاصل بإذن الله.